مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده واسبوع جديد، وهنا العاصمه باخر اسبوع والايام الاخيره من 2017، يعني يفضل لنا لحد يوم السبت المقبل يكون اخر ايام 2017 قبل طبعا يوم 31 يوم راس السنه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه تكون سنه جميلة على الناس. أنا عارفة أن السنة دي كانت سنة صعبة وشاقة، والمواطن المصري تحمل كثيرا، لكن نتمنى والأرقام الحقيقة بتقول أن إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة أفضل. الوضع الاقتصادي توقعاتنا ليه شكل أفضل، محتاجين طبعا أن احنا نعمل في إطارات مختلفة. العام القادم هو عام انتخابات الرئاسة حوالي إبريل 2018، يعني عندنا قضايا كتيرة. طول هذا الأسبوع هنتكلم عن حصاد السنة، كل يوم هنتكلم عن قضية بعينها، سواء الوضع الاقتصادي، هل أحوال المواطن في العام المقبل، الإرهاب، المنطقة والإقليم. هيكون معنا استطلاعات رأي حصريا لهنا العاصمة، يعني عندنا عدد كبير من كمان من المحللين هيكونوا معنا طوال هذا الأسبوع. والنهاردة فقرتنا 4+1 هنتكلم فيها عن أهم 5 أسئلة شغلت الرأي العام المصري، ليس فقط في الأسبوع الماضي ولكن أيضا في العام الماضي أو هذا العام في 2017. أهم 5 أسئلة شغلت الرأي العام المصري في 2017، ده النهاردة كلامنا في 4+1. لكن خلونا نبدأ بالأخبار. النهاردة الرئيس كان عنده عدد من الافتتاحات المهمة، كوبريين يعني مهمين، والأهم أيضا نفق. ابتدينا نشوف الأنفاق اللي تحت قناة السويس، هذه الأنفاق المفروض أنها 4 أنفاق. النهاردة يعني بنشوف العمل تقريبا شبه انتهى في أحد هذه الأنفاق، اللي هي أنفاق شمال الإسماعيلية. دي أنفاق يعني بتسير فيها السيارات أسفل القناة. الأنفاق دي سلب يعني بتذلل على المواطن، سواء اللي جاي من سينا او اللي جاي من مدن القناة ورايح سينا، حياته، لانه الناس كانت بتقف على المعديات بالايام او بتستخدم يعني ساعات طويلة لعبور قناة السويس، وكانوا بيضطروا يستنوا المعدية، والمعدية جت والمعدية مشيت. دلوقتي هذه الأنفاق في يعني ساعات قليلة جدا بتنتقل من البر الشرقي للبر الغربي، أو بالعكس من منطقة القناة إلى سيناء. وهو ده فكرة التنمية، يعني احنا لو عايزين ننمي منطقة سيناء، لا يمكن التنمية بدون طرق. واحنا قلنا ان الطرق والنقل والعبور وانك تقرب المسافات ده جزء مهم جدا من عملية التنمية. وبالتالي فكرة ان يكون في انفاق، ودي 4 أنفاق تحت مياه قناة السويس. اول واحد النهاردة شفنا العمل في وقت قياسي جدا، ده النفق اللي بتعمله بتروجيت مع كونكورد. والحقيقة ان احنا لازم نحيي الايدي المصرية اللي انجزت هذا النفق، لان هذا نفق 100% بايد مصرية. يمكن المكن مش مصري، لكن شفنا الحفار الضخم جدا اللي بيحفر في جزء مهم من النفق، والحفار ده عامل زي ما يكون يعني عمارة فيها أدوار وفيها بشر، يعني حاجة عملاقة جدا. والرئيس شاف اللحظة اللي بيصل فيها الحفار من جانب إلى جانب آخر، وبيظهر فيها كما ترون في الصور أحد الجنود المصريين. بحيي الشركات المصرية اللي يعني أنجزت هذا النفق. لكن خلوني قبل ما أكلمكم عن هذه الأنفاق ونسمع جزء من الفيلم اللي أنجزته هاي القوات المسلحة عن هذه الأنفاق، في كلام مهم جدا قاله الرئيس السيسي النهاردة في هذه الافتتاحات. وغالبا كتير احنا بنستمع للرئيس او بنشاهد هذه الافتتاحات، مش بس عشان نتفرج على المشروعات، ودي مشروعات مهمة جدا للتنمية، ولكن ايضا عشان نستمع الى ما يقوله الرئيس. والنهاردة الرئيس اتكلم على تهديدات تواجه سيناء،
واتكلم على أننا لن نسمح لأحد بأن يهدد أرضنا، واتكلم على أننا نموت ومحدش يقرب للأرض. كلامه ده كان موجه ليس فقط للإرهاب والإرهابيين، يمكن احنا متعودين الرئيس بيتكلم مواجها للإرهاب، بيقول ان احنا هنقف صف واحد طول ما احنا ماسكين، طول ما احنا ايدنا في ايد بعض هنقدر نقف ونواجه الإرهاب، واننا سنطحر هذا الإرهاب عاجلا او آجلا. ده كلام يمكن سمعناه كذا مرة، لكن النهاردة كان اول افصاح لمن يديرون الإرهاب، وكان اول كلام موجه للفكرة او للخطة اللي بتضع سيناء جزءا من خطتها. بنسمع بقالنا فترة عن كلام على يعني صفقة القرن، والكلام ان سينا، طب ما نخلي الفلسطينيين يجوا سينا، وانا بحيي طبعا الشعب الفلسطيني، ما بقولش ان هو يعني جزء من هذه المؤامرة على الاطلاق. وعرفنا انه طبعا طوال السنوات الماضية وثائق كتيرة، وثائق بريطانية كشفت ان هذا عرض عرض على مبارك ورفضه، عرض على مرسي وكان بيتفاوض فيه وقبله، وده قاله لي ابو مازن بنفسه. ومن الواضح ان احنا بنتكلم يعني انه ده من الحاجات المطروحة في الاتفاقات النهائية للقضية الفلسطينية. كلام الرئيس هنا واضح ان هو ده خارج هذا الاتفاق، لن نتنازل عن شبر من ارض الوطن، احنا مش هنفرط في لكل الناس القلقانه، مش هنفرط في شبر واحد من ارض هذا الوطن. وانا عايزه بس امد الخط على استقامته، لانه اللي حصل يوم الخميس الماضي والتصويت في الجمعية العامة، والكلام اللي عمله ترامب، والتهديدات التي قامت بها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ومن بعدها ترامب ان احنا بناخد الأسامي، خلي بالكم انها كلها منظومة واحدة. ترامب وسفيرته قالوا بكل حالة بلطجة، وهي ملهاش تفسير إلا كلمة البلطجة، إننا احنا شايفينكو شايفين كويس قوي مين الدول اللي هتصوت ضد ان تكون اسرائيل عاصمة لفلسطين، او ضد القرار عاصمة لاسرائيل، او ضد القرار الامريكي، والدول دي احنا بنديها معونات، فاحنا شايفينكو، ويا ريت احنا نوفر كل معوناتنا وما نديكوش هذه المعونات، ونبقى سعداء جدا ونوفرها للموازنة المصرية. وظن ترامب ببلطجته وسفيرته ايضا، اللي ممكن نلاقيها في يوم من الايام وزيرة خارجية كده مع الخلافات اللي مع وزير خارجية الحالي، انه يستطيع ان هو يلوي دراعنا. والحقيقة انه موقف 128 دولة كان موقف محترم جدا. وبدون ان افصح عن تحركات دبلوماسية، مصر قادت تحرك مهم جدا، مصر والدول العربية ايضا، ولكن مصر كانت تتحرك بشكل قوي تحت مظلة الامم المتحدة دبلوماسيا، لجمع حشد كبير من الاصوات ضد القرار الامريكي. صحيح انه في النهاية النتيجة مفيش نتيجة، يعني هذا قرار ولا امريكا هتتغير قرارها ولا اي شيء، ولكن احنا قلنا قبل كده نريد ان نحاصر هذا القرار، نريد ان لا يكون هذا القرار الا يتسرب لدول اخرى. نمد الخط ما بين كلام الرئيس السيسي النهاردة ان محدش هيقرب من ارضنا، وبين قرار ترامب اللي بيحاول يفرضه علينا، واللي مصر رفضته ومصر وقفت، رغم ان مصر بتتلقى معونة مهمة جدا هي المعونة العسكرية، 3 مليار دولار سنويا، لا عفوا 1.3 مليار، التلاتة دول بتوع اسرائيل، مليار و300 مليون دولار سنويا، ودي معونة مهمة جدا بتاخدها مصر في المجال العسكري. ورغم ذلك كان القرار المصري نابع من العروبة، كان القرار المصري نابع من إيمانها بالقضية الفلسطينية. ليه المشاريع دي؟ لأننا عايزين نقف على رجلنا، لأننا عايزين محدش يلوي دراعنا،
لاننا عايزين محدش يقول الجملة دي تاني، محدش يقول لنا وعينه في عيننا كده ما انا اصلي بديكم معونة، او انا همنع عنكم معونة زي ما اوباما عمل، انا همنع عنكم المعونة او انا بديكم معونة، فانتوا لازم تسمعوا الكلام. عايزين نقدر نقف على رجلينا، عايزين نقدر نقف ونتحدى ونقول لا، ده قرارنا، واحنا قرارنا نابع من مصلحتنا الشخصية، من مصلحتنا الوطنية، من مصلحة هذا البلد اللي فيه 100 مليون مصري، وده قرارنا الوطني العروبي. عايزين دايما واحنا بناخد القرار ما نبقاش خايفين ولا قلقانين ولا متوترين ولا مرعوبين على اكل عيشنا وهيحصل لنا ايه. اللي الدولة بتعمله دلوقتي ممكن نختلف او نتفق معاه في حاجات كتيرة، يعني ممكن اقتصاديا انا اقول لكم ان في حاجات كتيرة جدا مش عاجباني، لكن الهدف في النهاية هو ان انا اقدر اقف على رجلي، هو ان انا اقدر اقف واخد قراري دون تهديد ودون ذبذبة ودون اي ارتعاش ودون اي قلق، ما اعملش اي حسابات تانية الا حساباتي الوطنية العربية الاقليمية، دوري كمصر من هذه الانفاق، وقبلها حقل ظهر، وقبلها مشروعات أخرى كثيرة. الطريق يمشي في الطريق الصحيح، مصر صاحبة قرارها، لكن لسه شوية، لسه كتير، لسه محتاجين السنة الجاية تكون سنة أهم، وإن إحنا مشروعاتنا تكون أكتر، وإننا نفتح الطريق للقطاع الخاص أكتر، وإن إحنا يعني يتراجع عمل القوات المسلحة في الاقتصاد أكتر. هنتكلم في هذه الأمور بعد قليل، ولكن الهدف واضح، الهدف إن إحنا نقدر نقف على رجلينا أن نمتلك قرارنا، وده مش هيحصل إلا إذا امتلكنا أدواتنا الاقتصادية والسياسية في المقام الأول. نسمع ما قاله الرئيس السيسي النهاردة عن الأرض وسيناء. سيناء أرضنا، سيناء أرضنا، وسيناء إحنا، عشان بس الناس اللي بتبقى قلقانة، لا، القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، ايوه بكل العنف، ولازم بفضل الله سبحانه وتعالى نضع حد للارهاب اللي موجود فيها. احنا نموت، نموت كلنا، ولان حد يقرب من ارضنا. والموضوع مش بالكلام، اسمعوا، مفيش اي تهديد خارجي تخافوا منه. أنا بقول لكل المصريين اللي سامعيني، وأنا كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي تخافوا منه، أنا ما بخافش غير حاجة واحدة، منكم أنتم يا مصريين، طول ما أنتم كده، ولا حد أبدًا بفضل الله هيقدر علينا، ابقوا كده بس، وإحنا نتحدى الدنيا كلها. أيوه نتحدى الدنيا كلها، ليه نتحدى الدنيا كلها؟ لان احنا مش اشرار، احنا مش متآمرين، احنا مش طمعين في حاجة حد، لا في خير حد ولا في اموال حد ولا في اراضي حد، احنا طمعانين في كرم ربنا وفي جهدنا، في كرم ربنا يساعدنا ان احنا نبني ونعمر، وحنفضل نبني ونعمر. مش طمعانين في أرض حد ولا في حاجة حد، احنا عايزين نبني بلدنا، لكن طبعا الكثيرون لا يريدون لنا خيرا، وده في العالم كله. دي السياسة، السياسة مش بتقوم على فكرة انك انت يعني تريد الخير للآخرين، السياسة لا، السياسة انك انت دول بتريد ان تكون هي الاعلى وهي الاكبر، وبالتالي عايزة مصالح، كل حاجة في السياسة مصالح. على فكرة الميكيافيلية دي مش دايما شيء شرير، يعني المهم مصلحتي، وهو ده اللي لازم نفكر فيه، احنا مصلحتنا فين
مصلحتنا دايما تأتي في المقام الأول. يعني أنا سعيدة جدا بكل هذه الأنفاق، أو بالذات بالأنفاق اللي اكتشفت، أو يعني اللي تم حفرها النهاردة أو كشف عنها اليوم، وسعيدة أكتر إنها شركات مصرية اللي قامت بهذا العمل، إنه عمل معقد جدا ومش سهل. لكن الكلام عن سيناء وعن التهديدات كلام مهم جدا، زي ما قلت لكم مش موجه فقط للإرهابيين، ولكن موجه أيضا لمن يديرون الإرهاب. مقطع آخر للرئيس بيتكلم فيه إنه لا يبيع الوهم للمصريين. لا يمكن يبقوا في قلق أبدا عندكم يا مصريين. والكلام اللي أنا بقوله لكم ده كلام أنا ما بكلمش كتير معاكم أو ما بكلمش كتير، إحنا ماشيين بفضل الله، ماشيين بخطوة جيدة جدا جدا. وأنا قلت لكم مرة قبل كده إن إحنا مش هنبيع الوهم ليكم، وهنكون صادقين ومخلصين وأمناء معاكم. اللي نقدر نعمله بفضل الله هنعمله، ولا ما نقدرش هنقول ما نقدرش. احنا ماشيين كويس فعلا، ويمكن خلال احنا اتفقت معاكم ان احنا هنقدم اللي تم تنفيذه خلال الفترة اللي فاتت، واللي حتى هيستكمل حتى 30/6 وما بعدها. وبالتالي انتوا هتشوفوا ان حجم العمل مش اللي احنا اللي عملناه، مش اللي انا اللي عملته، وحتى مش الحكومة اللي عملته، اللي عملتوه انتوا يا شعب مصر حاجة عظيمة جدا، والحقيقة حاجة تشرف. سواء في العمل اللي تم، احنا النهاردة كنا بنتكلم وواقفين بنتفرج وبنفتتح انتهاء حفرة 4 أنفاق، عشان اكون صادق 3، والرابع يمكن في 6 أو 7 يناير القادم هيكون خلص في بورسعيد. 4 أنفاق كانوا ممكن قوي التخطيط اللي كان معمل لهم بلا مبالغة كان 12 سنة، كان هيتعملوا في 12 سنة، نخلص نفق ونخش على اللي بعده واللي بعده واللي بعده، 12 سنة، وكان كل نفق مخطط له ياخد من 3 لـ4 سنة تقريبا. احنا بنتكلم كل الموضوع من أوله لآخره، احنا بدأنا نتعاقد على المكان في نوفمبر 15، وابتدينا الشغل في نص و16، يعني سنة ونص. النهاردة احنا بنتكلم ان شاء الله، وانا عارف ان ده عبء كبير جدا على الشركات العاملة وعلى الهيئة الهندسية، 30/6 ان شاء الله 18 نكون بنعبر من الانفاق، الـ4 أنفاق، مش الاثنين بتوع الاسماعيلية، لا الاثنين بتوع الاسماعيلية والاثنين بتوع بورسعيد، وده تحدي الحقيقة. رئيس أيضا نتكلم عن الشركات المصرية اللي قامت بحفر هذه الأنفاق، وإحنا سعداء جدا إنه ده يعني تم بأيدي شركات مصرية 100% على الأقل نفق أحد أنفاق اللي من الإسماعيلية إلى القناة. نسمع مقال. أوعوا تتصوروا إن العمل اللي اتعمل في الأنفاق ده عمل بسيط. ده كان الكلام ده يتعامل بشركات مش مصرية تيجي تشتغل، وبشكل تاخد طبعا المدة بتاعتها ومعدتها، ويمكن يبقى. لكن احنا النهاردة عاملين ده بـ4 شركات مصرية، الشغل تم تقريبا 100% بخبراء ومهندسين وعمال مصريين. المعدات اشترينا معدات من طبعا من بره، لكن حتى المعدات دي ما كانتش موجودة معانا قبل كده. انا ارجو ان انتوا تتوقفوا قدام الكلام ده وتقولوا يعني هو ده بسيط انك انت تنجز 4 أنفاق؟ ده احنا عملنا النفق الشهيد احمد حمدي في كام سنة وكان نفق واحد. النهاردة احنا بنتكلم في 4 أنفاق يخلصوا ان شاء الله 30/6/18. وفعلا العمل في هذه الأنفاق هو عمل معقد جدا. خلونا نشوف هذا التقرير اللي جزء من فيلم طويل أذاعته القوات المسلحة أو أعدته القوات المسلحة عن هذه الأنفاق. لقد آن الأوان لكي يتدفق الأمل في شرايين الحياة، ليفتح مزيدا من الآفاق عبر منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر.
منظومة جديدة تربط سيناء بكافة أنحاء مصر غربا لتلبي متطلبات التنمية في هذه البقعة الغالية، وتقضي نهائيا على حالات التكدس المروري والتي لم تعد تستوعبها معديات هيئة قناة السويس وكبر السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي. وجرى العمل على قدم وساق إلى مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية عند العلامة 73.250 ترقيم القناة. من هنا انطلق البناء بإنشاء نفقي سيارات أسفل قناة السويس بطول 5820 مترا لكل نفق، كما تم إنشاء مصنع لإنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 14500 متر مربع بطاقة إنتاجية 15 حلقة في اليوم، فضلا عن منطقة لتخزين المنتجات على مساحة 25900 متر مربع تكفي لتخزين 928 حلقة خرسانية. مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد عند العلامة 19.150 ترقيم القناة، ويتكون من نفقي سيارات بإجمالي طول 3920 مترا لكل منهما، فضلا عن إنشاء مصنع مماثل لإنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 10000 متر مربع ملحق به منطقة تخزين على مساحة 20310 متر مربع تكفي لتخزين 700 حلقة خرسانية. ويضم كل من مجموعتي أنفاق إسماعيلية وبورسعيد 4 آبار للصيانة وأربعة ممرات هروب عرضية، حيث يتم ربط كل نفقين بعدد من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر من طول النفق، بما يحقق الأمان الكامل لعمليات إخلاء الأفراد في حالة الطوارئ. منظومة إنشائية تحقق اختصارا غير مسبوق لزمن عبور القناة ليستغرق 10 دقائق بدلا من الانتظار على المعديات لمدد قد تصل إلى 5 أيام. يعني المشهد ده اللي هو العربيات واقفة منتظرة المعديات 5 أيام الآن يختصر إلى 10 دقائق، ودي صور الرئيس السيسي يعني يعبر أحد الأنفاق أو بيتجول داخل النفق بالسيارة. ومعي على الهاتف المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد اللي في تحالف مع شركة بتروجيت وتحت إشراف الهيئة الهندسية قامت ب يعني تنفيذ النفق الأول. مهندس أحمد يعني ببارك لك وبقول لك بجد يعني شيء مبهر، يعني أنا كنت بسمعك تتكلم كتير عن هذه الأنفاق لكن بجد أنا منبهرة من اللي أنا بشوفه، ألف مبروك. أهلا لا يعني كانت النهاردة حاجة جميلة جدا الافتتاح وتشريف سيادة الرئيس والوزراء، ويعني كنا في قمة سعادتنا بصراحة، يعني احنا كنا على أعصابنا يحصل أي لخبطة ولا أي حاجة. تعرفة احنا تحالف كونكوردو بتروجيت احنا بنعمل انفاق اسماعيلية، يعني النفقين طولهم حوالي 10 كيلو، ده حاجة فظيعة يعني انها تتعمل في الوقت ده. انت عارف الاربع انفاق يعتبروا اكبر مشروع في العالم نفقي، يعني انت بتعملي اربع انفاق في العالم، مفيش مشروع بالحجم ده، حوالي 18 كيلو انفاق. فاحنا الاربع شركات بصراحة عاملة مجهود رهيب، الاربع شركات مصرية، احنا شركتنا كونكورد اللي متحالفين مع بتروجيت، احنا داخليا مقسمين النفق اللي طلع النهاردة ده بتاعنا بتاع كونكورد، احنا شركة مصرية 100% وكل اللي شغال. كم حد كم يعني حجم العمالة ده في لهذا النفق؟ اولا اشتغلتوا من امتى لامتى يا باشمهندس؟ يعني بدأت احنا ركبنا المكن تقريبا في شهرين من حوالي النفق الاولاني اللي هو النفق الجنوبي، من 18 شهر اشتغلنا 18 شهر متواصلين، وطلع يدوبك من 10-12 يوم، والنفق بتاعنا 15 شهر متواصل طلعنا النهاردة. حجم العمالة حوالي 2600 فرد في التحالف، مش عايز اقول لك ان 2600 فرد دول ما ناموش بقالهم سنة ونص بجد. يعني الانجاز اللي اتعمل غير مسبوق في الوقت. انت عارفة المكنة متصممة انها تعمل
12 15 حلقه في اليوم ده في الكتالوج بتاع التركة الالماني. احنا وصلنا ايام عملنا 38 متر، يعني ضربنا اكتر تقريبا 3 اضعاف المكنه متصمم عليها. الحلقات بقى يعني وانا بتفرج على الفيديو باشمهندس احمد بيتكلم على الحلقات الخرسانيه، ايه هي الحلقات الخرسانيه؟ اشرح لي كيف يتم حفر نفق. بص يعني الموضوع ببساطه طبعا مش هدخلك في هي المكنه بتبني الحلقه الواحده عباره عن 9 اجزاء. المكنه بتبني التسع اجزاء يعني هي حوالي 120 طن التسع اجزاء مع بعض. بتركبهم وتركب في اخرهم زي مفتاح كده بحيث يشتغلوا حاجه اسمها ارك اكشن، اللي هو ايه يعني خلاص هي تمسك نفسها. وبعدين نفس المكنه بتدقر يعني في نفس الحلقه دي وتزق وتخش على الحلقه اللي بعدها، يعني طول ما هي بتبني بتمشي بتحفر وتكمل وتمسك في الحلقه وهي ماشيه بقى. يعني التكنولوجي بتاعها ان هي انت بتبني الحلقه وبعدين تستعملي الحلقه ان انت تزقي تاني وتحفري تاني. فعشان نشرح للناس، جسم النفق ده بيبقى عباره عن مجموعه من الحلقات بتتحفر. أيوة. واحده ورا الثانيه لحد ما يتبني هذا الجسم، مظبوط؟ ايوه بتتحفر وبعدين تركبي الحلقه الخرسانيه اللي هي عباره عن 9 اجزاء. وبعدين تخش تحفري اللي بعديها وتركبي التسعه التانيين وانت ماشيه بقى كده، يعني الواحده تاخد مثلا ساعه حفر ونص ساعه تركيب مثلا او تقريبا، يعني احنا وصلنا لاقل من المعدلات دي وبتكملي بقى يعني طول ما انت ماشيه كده. بس طبعا انت لو رحتي في الغرب بقى لناحيه الاسماعيليه طبعا الناس شايفه المكنه طالعه، انت بعد 4 كيلو 830 متر حفر طالعه في بالملي مطرح ما احنا عايزينها تطلع دي. انت فاهمه دي في حد ذاتها برضو طبعا اعجاز. انت بتتكلمي انت ماشيه بتنزلي لتحت وبتطلعي لفوق وبتمشي كيرفات ولازم تطلعي بالملي، لان الحته اللي المكنه طالعه فيها ما ينفعش يبقى فيها اي توليرنس. وبعدين احنا الحديد اللي انت شايفاه ده حديد فايبر عشان المكنه تعرف تقطعه، فاحنا عاملين الحيطه دي بحديد فايبر جلاس عشان ما ينفعش برضو يحصل اي، طبعا كنا قايدين على قلبنا ان يحصل اي عطل ولا اي حاجه النهارده والناس كلها، فالحمد لله ربنا سترها. ولو انت حتى اتفرجتي في حته كده ما كانتش قادره تتشال في الاخر، قعدنا نجيب المكنه ونلفها بالعكس لحد ما الحته اتكسرت يعني الخرسانه. الحفار ده حضرتك كنت بتقول لي ان هو عباره كانه عماره، احكي لي ايه المكنه دي يا باشمهندس احمد؟ بصي المكنه دي بتيجي طبعا متفككه واحنا ركبناها، احنا يعني زي اول مكنه ركبناها طبعا بايدي مصريه، كان في ناس من المانيا واقفين بس على التركيب الاولانيه، بعدين الثانيه سابونا خالص بقى قال لك انتوا اتصرفوا وعملناها وركبناها. والمفروض ان برضو تركب مثلا في 4 شهور، ركبناها في شهرين. المكنه قطرها 12 متر 60 يعني عماره 4 ادوار وطولها 86 متر، يعني تخيلي بقى 86 متر هي عباره عن 3 ادوار جوه كبار بطول 86 متر، يعني عماره بتمشي فيها يعني. ووزنها بتاع 2800 طن. بتيجي على اجزاء بتركب وتبتدي بقى تشتغل، طبعا بتكوني مجهزه. احنا عاملين الاول نص كيلو في الشرق ونص في كيلو في الغرب وحفر مكشوف وبنظام حاجه اسمها دافرام وول، وبنعزل من تحت عشان طبعا احنا تحت منسوب الميه، فبنحقن التربه بحاجات معينه عشان الميه ما تطلعش، ونبتدي بقى نحفر بنعمل لها شاسيه حديد كده تبتدي منها المكنه وتتوكل على الله بقى. ال 4 كيلو 800 تفضل تحفر فيهم. زي ما بقول لك خلصت في سنه ونص، ده نفس النفق ده في اوروبا بيخلص في 7 سنين و8 سنين. يعني احنا رحنا قبل ما نبتدي زياره نفق زيه 9 سنين في المانيا، ما حدش بيعمل اللي احنا بنعمله ده. اصعب يوم عدى عليك ايه يا باشمهندس احمد او عليكم كلكم في الشركه في النفق، اصعب يوم في العمل كان ايه؟ لا بصي كتير قوي، لان انت تحت الارض 60 متر و70 متر كمان وصلت في حتت، بيطلع لك طبعا تربه انت مش عارفه ايه اللي بيطلع. طبعا عاملين جسات بس
انت تحت القناة مثلا مش عارفة التربة ممكن تقلب تعمل، ففي حتت كانت تربة طينية عاملة زي الكلي بتاع أسوان كده بيتحشر في المكنة وبيعذبنا جدا، ولازم تنزلي غطاسين 60 متر طبعا 6 باردة غطاسين مخصوصين بينزلوا عشان يقعدوا يغيروا تولز وينظفوا ويعملوا. دي كانت حاجة صعبة جدا جدا، يعني احنا كان مخطط ان احنا نقف مثلا 4-5 وقفات، وقفنا بتاع في كل مكنة بتاع 50 وقفة. انك بتقولي ان تربة ممكن تحت في الاعماق تبقى طمي، تبقى كلي يعني زي طبعا كده. دي بقى دي حاجة بتاعت ربنا بتقلب تلاقيها شوية رمل وشوية طين. طين بقى يدخل في المكنة بقى. طبعا طين في انواع طين، يعني بورسعيد مثلا فيها نوع طين سوفت قوي مقرف جدا فوق، ان لما بتيجي توقفي معدة توقفي حاجة بتغرز، فكانوا لازم اي حاجة يوقفوه على 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 خوازيق وبتاع. احنا عندنا الطينة ناشفة جدا بتلزق في وش المكنة بتسدها، يعني لكل تربة ليها مشاكلها. فطبعا انت ماشية ومش عارفة طبعا كل انواع التربة اللي هتطلع لك، بيحصل مشاكل طبعا كتير. سنة ونص بدل كام؟ بدل 7 سنين يعني في الطبيعي. هو المشروع فضله احنا كده خلصنا النفق، هنقعد لغاية 30/6 في شوية تشطيبات وارضيات والكتروميكانيكال وطبعا حاجات للفاير، وفي ممرات عرضية بين النفق ده والنفق الشمالي والجنوبي، 4 ممرات عرضية بنجمد التربة تجميد كامل تحت الصفر عشان نقدر ما تخشش فيها، ونعمل ممرات عشان الهروب لو في قدر الله حادثه حريقه بتاع. يعني في شويه حاجات تتعمل في 6 شهور كده، يبقى المشروع من يوم ما استلمنا الارض لحد ما سلمنا العربيات تعدي اقل من 3 سنين. المشروع يعني ده في اوروبا وفي كل حته مينيمم 9. هل ده بيؤثر لما نضغط الوقت ده بيؤثر على الكفاءه، بيزود من التكلفه؟ لا 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 طبعا لا طبعا خالص. الكفاءة دي مفيش فيها انفصال، ده ال الحاجات دي بتتراجع 1000 مرة، وفي استشاريين مصريين واجانب علينا، والهيئة الهندسية بصراحة يعني محدش، بصي اللي ما شافش مش ممكن هيتخيل. بيضاعف يعني التكلفة يا باشمهندس احمد، يعني لو عم نعمله في 3 مش في 7، هل ده بيضاعف التكلفة؟ خالص، لا احنا تكلفتنا اقل كتير برضو من بره كتير جدا، لان احنا بقالنا سنين اللي كان شغال في المترو بتاع كان شركات اجنبيه، فطبعا الشركات الاجنبيه طبعا غاليه جدا. سيادة الرئيس لما قرر كده قال لك لا انا عايز المصريين يشتغلوا، يبقى عندنا الكفاءات دي في مصر، لو حبينا نعمل اي حاجه مش المصريين يشتغلوا عند الاجانب، لو محتاجين اجانب يشتغلوا عند المصريين. واحنا كده هتروحوا المترو يا باشمهندس احمد، لانه الرئيس النهارده كان بيتكلم على انه يتمنى ان الشركات المصريه تروح بقى تحفر المترو الجديد، الخط الجديد. والله نتمنى، احنا جاهزين لاي حاجه، احنا جاهزين لاي حاجه، وان شاء الله يعني ده اللي هيتعمل ده اصعب من المترو، لان قطر اكبر، المترو بيبقى اصغر بكتير ومفيش الاعماق دي، فنتمنى طبعا نشتغل في المترو، نشتغل في اي حاجه يعني ان شاء الله في مصر وبره مصر. يعني الحقيقه انا لازم احييك واحيي كل العاملين عندكم، اللي كل الناس كل الايدي والسواعد المصريه والمهندسين والعمال الصغيرين، واكيد دي عماله مدربه جدا يا باشمهندس احمد، يعني عماله يعني متخصصه مش كده؟ طبعا طبعا. بصي احنا مبدئيا جبنا المصريين اللي شغالين في العالم كله في الانفاق، يعني انت ان في مصريين كتير جدا كانوا شغالين واحنا مش عارفين في اندونيسيا وفي قطر وفي الرياض وفي المترو فلميناهم كلهم وبعتنا ناس دربناهم من عندنا وعملنا كوادر جديده، بقى عندنا ستاف كامل يعني هايل. يعني احنا حتى اللي بيسوق المكنه اسمه بايلوت، زي الطيار بالظبط كانه سايق طياره، عندنا البايلوت بتوعنا مصريين، عندنا ميكانيكيه، عندنا اللي بيفكوا المكن وبيركبوه، مفيش اجانب يعني كله مصريين. ولا اشراف اجنبي كفاءة. يعني ولا كان في اشراف اجنبي من شركات اجنبيه مشرفه ولا ايه؟ لا استشاري الهيئه الهندسيه عندها كوادر هايله، انا احب اقول برضو محدش يتخيل، الهيئه الهندسيه عندهم ناس هايله راحت اتمرنت واتدربت، وطبعا في اللي هو احمد فوده ده راجل يعني عالم بيقعد يقرا ومتبحر جدا،
لا يعني بص في، وبعدين هم جابوا استشاري اجنبي واستشاري مصري. استشاري اجنبي ممتاز عالميا ومصري محرم بخوم، وكل دول كانوا بيشرفوا علينا. لا بصي كل حاجه طالعه بيرفكت يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين كل حاجه طالعه هايله. وبحييكوا الحقيقه على هذا العمل الجبار، ودلوقتي ممكن تناموا وتستريحوا شويه لحد ما تخلصوا. اه والله بقالنا سنه ونص من الناس، وبالذات اخر كام يوم ده كنا قلقانين جدا من النهارده. الحمد لله الحمد لله كله ماشي تمام. والحقيقه ان الايدي المصريه والكفاءات المصريه لما بتتحط في سيستم دقيق وتحت واشراف دقيق ومنظومه سليمه وعندها حافز كمان، يعني في حافز وطني برضو ان انتوا تخلصوا الحاجة دي في توقيت معين، وفي احساس وطني اكيد لهذه العملية مش مجرد نفع. تحدي هو كان تحدي كمان ان احنا بجد لازم نثبت ان نقدر نعملها، كان تحدي قوي جدا. انا بحييك جدا مهندس احمد العبد رئيس مجلس اداره شركه كونكورد اللي بتحالف مع بترو جيت تحت اشراف الهيئه الهندسيه. الحقيقه انجزوا هذا النفق العظيم، وده واحد من اربعه انفاق زي ما سمعتوا من مهندس احمد اللي بيحاول يشرح لنا بتبسيط ازاي النفق ده بيتحفر تحت المياه. ده بنتكلم في اعماق 76 متر تحت سطح البحر، والتربه والمشاكل والتحديات والتوقيت الصعب، وكله بايدي المصريه. فبحييهم وبحيي كل اللي عاملين الحقيقه في هذا المشروع. ايضا زي ما قلت لكم كان في كوبري الشهيد احمد منسي على قناه السويس، وكوبري الشهيد ابانوب جرجس بالانطره، وكان في افتتاح لاحدى مزارع مراحل استزراع السمكي. بس اللي يعني يثلج القلوب بعض الشيء في هذه الكباري، مش بس المعمار وانه في كوبري عظيم وغيره، ولكن انها سميت باسماء هؤلاء الشهداء العظام. يعني العقيد احمد منسي اللي استشهد في 7 يوليو، واللي كان احد كان يعني رئيس للكتيبه 103، وخد الرايه من شهيد اخر ومن يعني بطل اخر استشهد ايضا في الكتيبه 103. اعتقد ان اسرته النهارده اللي كانت موجوده، وابنه اللي افتتح المشهد، ابنه اللي افتتح ده ابن العقيد احمد منسي، ابنه اللي افتتح هذا الكوبري اللي سيخلد اسم والده، هيفضل دايما فاكر هذه اللحظه. مش بس هيفتكر لحظه رحيل ابوه واستشهاده، ولكن ايضا سيتذكر لحظه ما وقف و حي العلم وفتح وافتتح كوبري باسم والده. ايضا كان في كوبري الشهيد ابانوب جرجس بالانطره، ابانوب ابن مدينه الانطره غرب اسماعيليه، استشهد في يوليو 2015 في خلال التصدي لهجوم متزامن على نقاط امنيه بالشيخ زويد، وقتل 5 ارهابيين. هيئه قناه السويس اطلقت اسمه على كوبري القنطرة العائم. والحقيقة ان احنا يعني الى روح هؤلاء الشهداء، روحكم ما راحتش هدر وانتم ما رحتوش هدر، ولكن بنخلد اسماءكم وايضا بنخلد ذكراكم، لانه انتم اللي هتخلوا البلد دي تستمر في الحياة. اتمنى السنة الجاية ان احنا نشوف مشروعات يفتتحها الرئيس السيسي مدنية 100%. يعني أنا سعيدة جدا بهذه المشروعات. طبعا العمل بتقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية، خاصة في المشروعات الصعبة، مشروعات الانفراستراكشر والبنية الأساسية الصعبة دي، لا غنى للقوات المسلحة عنها. لكن أتمنى أنه العام القادم نشوف افتتاحات في مشروعات اقتصادية عادية، مصنع، مزرعة سمكية، أي شيء، ولكن تكون مدنية 100%. عايزين نفتح الباب للقطاع الخاص يشتغل لوحده ويشتغل بحرية، ونحس إن القطاع الخاص بيشتغل.
الحقيقة أنه مصر الخارجية السودانية أرسلت رسالة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر الجاري تعترض أو تعلن فيها اعتراضها ورفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في 8 إبريل 2016. وأكدت السودان أو أكد السودان في هذا الخطاب كامل رفضها لما ورد في تعيين الحدود البحرية بما يشمل إحداثيات نقاط بحرية تعتبر جزءا كما يقول البيان السوداني من الحدود البحرية لمثلث حلايب وشلاتين. والسودان أكد في هذه المذكرة اللي قدمت للأمم المتحدة عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاقية المصرية السودانية في الجزء بما يمس سيادة السودان وحقوقه التاريخية كما يقول البيان على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب وشلاتين. الخارجية المصرية بدورها قالت أولا رفضت الخطاب السوداني والخارجية أعلنت رفضها القاطع لمن طوت عليه رسالة السودان من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين والادعاء بأنها تحت احتلال مصري. وقالت الخارجية أنها تعتزم توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ردا على الرسالة السودانية التي ترفض الاعتراف بالاتفاقية بين مصر والسودان. إذن ببساطة كده قبل ما ناخد اتصال القادم، ببساطة السودان احنا كان عملنا اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية اللي دخلت فيها تيران وسنافير ضمن الحدود او ضمن الملكية او تعيين ضمن الحدود البحرية السعودية، وقامت الدنيا وقالوا ان احنا بنتنازل، ناس كتير قالت ان احنا بنتنازل عن الاراضي ودي قصة. هذه الاتفاقية بتنزل بترسم الخريطة لتؤكد ان منطقة حلايب وشلاتين مصرية، وده لا نزاع عليه رغم انه السودان يعني لديها مزاعم بتقول انه هذه المنطقة منطقة سودانية. السودان النهاردة 5 ديسمبر، معرفش ليه 5 ديسمبر، معرفش ليه دلوقتي، لانه الاتفاقية دي متوقعة من 8 إبريل 2016 وتم تنفيذها وتنفيذها وكل الامور خلصت في يوليو. فانا مش فاهمة ايه الجديد اللي يخلي السودان تتقدم الان في ديسمبر بهذا الخطاب للامم المتحدة. معي هنعرف تأثير هذا الخطاب وبيانه من الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي العام. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، زي سيادتك. مساء اهلا بيك. يعني هذا الخطاب السوداني للامم المتحدة ماذا يعني وهل له اي اثر؟ والخطابات الاعتراضات من جانب الدول مثل السودان على تصرفات افعال دول اجنبية اخرى مثل مصر تسمى بلغة القانون الدولي احتجاج. احتجاج على تصرف السودان بيزعم ان جمهورية مصر العربية خالفت او انتهكت قواعد القانون الدولي. لابد ان احنا نشير الى ان ذلك الاحتجاج السوداني حتى يكون او حتى يعتد به بلغة القانون الدولي لابد او من الضروري ان يكون متسقا مع قواعد القانون الدولي، اي ان الاحتجاج السوداني يكون له اسس قانونية وليست اسس واقعية فقط. واذا كان السودان حضرتك بيحتج بانه كانت هناك حدودا إدارية تسمح للسودان في مرحلة زمنية محددة ولظروف مؤقتة طارئة لتسهيل وتشهيل المساعدات الإنسانية وتسيير شؤون القبائل البدو المتنقلة العبادة والبشرية إخواننا وأبنائنا في هذا المثلث المصري حقا وواقعا في عام 1902، هذه الحدود الإدارية لا يمكن ولا يجوز أن تلغي الحدود القانونية التي تم تحديدها فعلا بموجب قواعد القانون الدولي اتفاقية ثنائية ما بين مصر وبريطانيا 1900
1899 دخلت النفاذ وحددت خط الحدود الدولية خطا مستقيما لا متعرج ولا متقطع ولا منكسر، حتى ميناء قديم هو اسمه ميناء عذاب للصيد المصري على ساحل البحر الأحمر. ومن ثم اعتبارا من عام 1958 وحين بدأ السودان وفي مفاجأة ولأول مرة بإقامة مراكز انتخابات محلية وبرلمانية سواء في وادي حلف أو سواء في مثلث حلايب وشلاتين وبورماد، قامت مصر رسميا بالاحتجاج أيضا لدى منظمة الأمم المتحدة لدى الأمانة العامة في احتجاج موقوت ومحدد بأن هذه التصرفات تخرج عن قواعد القانون الدولي، تخرج عن سيادة مصر، تخرج حتى عن الخريطة المصرية اللي موجودة في الأمم المتحدة، حتى ليس في عصبة الأمم المتحدة عفوا فقط، ولكن في سابقتها عصبة الأمم. لابد أن نشير إلى جزئية سهلة بسيطة، إن الأمر الواقعي اللي بتزعمه الحكومة السودانية لا يجوز أن يتخطى القانون، الأمر القانوني، إلا في حالة واحدة، إن تكون مصر سكتت أو استنكفت، امتنعت عن الاحتجاجات الرسمية. بس حتى ما تتحدث حضرتك عنه يا دكتور عن الأمر الواقعي متغير، يعني إن كانت كانت السودان عملت انتخابات محلية أو بلدية في هذا المثلث في توقيت ما، فقد كانت حلايب وشلاتين ضمن الانتخابات الأخيرة سواء من استفتاء الدستور أو حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وغيرها، يعني وفي مدارس مصرية، فالواقع أيضا يؤكد مش بس القانون ولكن الواقع يؤكد ان هذه منطقة مصرية. مظبوط وانا قلت لسيادتك قانونا وواقعا المثلث والسيادة مصرية وخط الحدود الدولي خط عرض 22 موجود حتى ميناء يعني لا يعلمه الكثيرون في مصر هو ميناء عذاب الصيد، ميناء صيد صغير. ولكن لابد أيضا أن نؤكد على مسائل، أن كافة الأمور الواقعية لا يمكن أن تجب الشأن القانوني في حالة التنازع، وهذا وفقا لأحكام محكمة العدل الدولية. طب هنا تفضل. يعني الآن يعني هذا الخطاب بالاحتجاج أو بالاعتراض من السودان، هل له أي أثر؟ يعني هل له أي إجراءات أخرى تستطيع السودان أنها تقوم بها؟ لا تستطيع السودان أن تقوم إلا ما قامت به، ولكن نؤكد مرة ثانية أن كافة الإجراءات وزي ما حضرتك تفضلتي الواقع اللي موجود هو واقع صحيح وأساسه قانوني وليس أساسه واقعي، أي أن الإدارة المحلية والسيادة المصرية، وهنا بوجه كل الشكر للمجهودات الضخمة للقيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية التي لم تأل أي جهد لاحتضان قبائلنا وأبنائنا وإخواننا وأشقائنا الموجودين المصريين هناك، ووفق أدلة عديدة. يعني الوقت لا يتسع لأن احنا نقول حضرتك الحكم المحلي وشهادات توثيقات الوفاة والميلاد والأحكام الوطنية اللي موجودة في محاكم قنا ومحاكم أسود، أدلة عديدة. الوقت وقت البرنامج لا يتسع ان احنا نقول الأسانيد، ولكن في مسائل مهمة جدا أهمها السيادة أساسها أمرين، أساس قانوني وممارسة فعلية على الأرض، والسيادة هي أهم وأعلى من ملكية الأقاليم أو حتى الجزر. نعم. في نقطة مسألة مهمة جدا، إن سيادتك الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام في شهر يوليو ثم بعد يوليو في عام 2017
قام بتسجيل وإيداع اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية الموقعة إبريل العام الماضي 2016، ثم بعد 3 أشهر هذا العام أيضا قام بإعلانها لكافة الدول والمنظمات الدولية، فضلا عن أن الخريطة المصرية موجودة في الأمم المتحدة. وحين أودعت هذه الخريطة منذ أكثر من قرن من الزمان إبان عصبة الأمم، لم تحتج السودان احتجاجا واحدا حتى بعد استقلال السودان. وهذه مسألة مهمة، السودان استقل عن مصر وبريطانيا في الأول من يناير عام 1956، لم تنبت شفاه الأشقاء في السودان بكلمة واحدة عن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. هناك فارق ما بين الحدود الإدارية المؤقتة الطارئة العارضة لأجل تسهيل شؤون إنسانية والحدود السياسية وفق الاتفاقيات الدولية التي يعتد بها القانون الدولي. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح الحقيقة الدقيق دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام. إذن بالواقع والقانون هذه أراضي مصرية، وكما قال الرئيس السيسي، والحقيقة ده مش رأي الرئيس السيسي بس، لكن المصريين كلهم لا يفرطون في أي شبر من الأرض، لا سينا ولا حلايب وشلاتين ولا أي جزء آخر من الأرض. فده واقع إحنا يعني لا يمكن ان احنا نقبل ده. السودان يتقدم بخطابات المعارضة، احنا نقدم خطابات المعارضة بخطابات معارضة تانية، ولكن الاتفاقية ودعت في الامم المتحدة، خط عرض 22 هي حدودنا. ده اللي احنا كنا حتى بنتعلمه واحنا صغيرين، ايه اللي بيفتح هذه المواضيع دي؟ اسئلة وعلامات استفهام مهمة جدا. قبل ما نخرج فاصل لازم أشكر مجلة دير جاست اللي بتسعدني باستفتائها كل سنة، والحقيقة العام الخامس يعني أشرف بأنه يعني أنال جايزة أفضل مذيعة، والحقيقة أن ده يعني لتوك شو طبعا، والحقيقة أنا يعني دايما ببقى سعيدة خاصة ب يعني الاختيارات القائمة على استفتاءات، يعني رأي الناس. يعني أنا ببقى سعيدة طبعا لما بيكون رأي إدارة التحرير، ولكن كمان لما بيكون رأي الناس واستفتاء الناس وتصويتهم، بحس أنه يعني وسام على صدري أن أنا دايما أكون يعني على قدر المسؤولية أنا وزملائي. بعتذر أنا ما كنتش موجودة عشان يعني دايما ببقى موجودة كل حفلة وكل سنة، بس السنة دي لظروف سفري ما كنتش موجودة، فبعتذر. بشكر جدا القائمين على دير جاست كلهم، وبحييهم وبحيي صديقتي بوسي شلبي اللي دايما بتقدم هذه الحفلة الجميلة، وعدد كبير من الفنانين الحقيقة فازوا بجوائز كثيرة، وعدد أيضا آخر من زملائي وزميلاتي الإعلاميين. نشوف حفلة دير جاست. للعام الخامس على التوالي فازت الإعلامية لميس الحديدي بجائزة مجلة الدير جاست كأفضل مذيعة لعام 2017. مبروك يا لميس يا حبيبتي، وألف مبروك، تستاهلي كل خير. أقول لها مبروك وكانت وش الخير، استضافتني قبل ونوس. طبعا طبعا ألف مبروك التكريم لأنه في محله. من أهم إعلاميات مصر، حضور طاغي، كاريزما عالية جدا. انت فعلا تستاهلي ان انت تاخدي الجايزة دي، وان انا بحبها قد الدنيا بالمستوى الشخصي، وطبعا يعني عشان هي الاستاذة لميس. استاذة لميس الحديدي تتكرم كل سنة. عدد كبير من الفنانين والاعلاميين حضروا حفل توزيع جوائز مجلة دير جاست اللي صوت فيها الجمهور واختار اكتر من 75 شخصية شافوا انهم الافضل لعام 2017 من وجهة نظرهم. انا طبعا فرحان بالتكريم وبالجائزة، بس والله انا مش بس جاي علشان الجائزة،
انا جاي علشان اشكر الناس اللي عملت المهرجان الجميل ده. ده تالت تكريم عن الحربية اخده، بس انا دير جست بالذات بتمثل بتعني لي حاجة لانها جايزة جمهور. بحمد ربنا عليه طبعا، وبقول يا رب الواحد يبقى قد المسؤولية ودايما يعمل اعمال يتكرم عليها. مبسوط قوي يعني ان انا متكرم عن اختيار اجباري وعن طوفان، مسلسلين من اهم الاعمال بالنسبة لي. انا اول مرة احضر دير جست، ما جيتش قبل كده بصراحة، بس مبسوط ان انا اول مرة باجي باخد جايزة افضل ممثل الحمد لله. المئات من الاعمال والشخصيات من مصر والوطن العربي بيتم ترشيحهم كل سنة للدير جست في جايزة بتختلف عن كل الجوائز، لان القرار الاخير والاختيار فيها بيكون بايد الجمهور. سارة شلبي، هنا العاصمة. بشكر كل النجوم اللي يعني حيوني وشكروني، وبحيي كل النجوم اللي كسبوا، واشكر ماجد حسني طبعا على تقديره وعلى حفلة بتبقى دايما جميلة، وانا فعلا زعلانة انا ما كنتش موجودة، بس معلش بقى المرة الجاية ماجد. فاصل ونرجع. عهد التميمي. عهد التميمي فتاة فلسطينية يمكن ما كملتش 17 سنة، فتاة فلسطينية جميلة، لكنها ليست فقط جميلة، هي فتاة فلسطينية شجاعة. من وهي طفلة صغيرة بتقف في وجه المعتدي الإسرائيلي، عهد تم القبض عليها منذ أيام قليلة بتهمة الاعتداء على زي ما انتم شايفين في الصورة، اعتداء على جنود إسرائيليين. ايه اللي عملته عهد؟ هؤلاء الجنود كانوا جايين بيقتحموا بيتها، وعهد رفضت هذا الاقتحام، شتمتهم وضربتهم وعملت بعض الإشارات، عملت كل حاجة. وقفت عهد التميمي، هذه الفتاة الفلسطينية اللي ما خافتش على نفسها زي ما انتوا شايفين، وقفت وهجمت هؤلاء الجنود عشان ما يقتحموش أسرتها أو ما يقتحموش بيتها. مش هي بس اللي مقبوض عليها من أسرتها، أسرة عهد التميمي، أسرة التميمي كلها هي أسرة مناضلين، يعني كل أسرتها أبا عن جد هي أسرة مناضلة تعلمت النضال منذ نعومة أظافرها، و عندما ذهبت إليها أمها علشان تزورها في محبسها تم القبض عليها أيضا وتم احتجازها. نشوف هذا التقرير عن عهد التميمي ونرجع تاني. منذ طفولتها وهي في طليعة الصفوف لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وضد كل مغتصب لأرض بلادها فلسطين، إنها عهد التميمي. الفتاة صاحبة 17 عاما وابنة قرية النبي صالح بمدينة رام الله باتت رمزا للنضال، فقد شبت على مقاومة الاحتلال، وهي التي دافعت عن شقيقها الصغير حين لم تتجاوز 12 عاما وانتزعته من بين أيدي عناصر الاحتلال. الجميلة الشقراء الفلسطينية تنتمي لعائلة ثائرة، فوالدها يقود مظاهرات أسبوعية في قريته ضد استيلاء المستوطنين على أراضي القرية، ما كلف عائلتها بأكملها الاعتقال عدة مرات. ورغم ذلك لم تتراجع عهد أمام فوهات بنادق قوات الاحتلال بصراخها في وجه المعتدي. بكل بسالة وشجاعة ظلت عهد التميمي تقاوم الاحتلال والمستوطنين، وبثبات تصمد أمام الانتهاكات الغاشمة، إلى أن اعتقلت منذ أيام بعد محاولتها طرد جنود الاحتلال من ساحة بيتها وصفع أحدهم، ليبقى للمقاومة عهد جديد. هشام الرباط، هنا العاصمة. ومعي على الهاتف السيد باسم التميمي، والد عهد التميمي، والد البطلة الفلسطينية. مساء الخير يا أستاذ باسم.
مساء الخير لكل المشاهدين وكل المستمعين. بحييك يعني من مصر، ويعني اتمنى اكون بتكلم باسم عدد من المصريين او باسم المصريين، وانا بقول لك ان بنتك بطله وانت عارف، ويعني يعني تسلم ايدك انك ربيت بنتك انها تطلع بهذه البطوله وهذه الشجاعه وهذه الجراه وهذه الوطنيه. يعني هذا واجبنا كآباء، أن نصنع جيل الانتصار، جيل التحرير، جيل القادر على حمل لواء قضيته، القضية العربية الفلسطينية الإسلامية. وبالتالي إذا كنا فشلنا أو تقاعصنا أو لم نستطع أن ننجز هذا التحرير، أنا بقول لكل أب وكل أم أننا يجب أن نربي أبنائنا على المواجهة، أن نربي أبنائنا على القدرة على الإيمان بالتغيير والقدرة على هذا التغيير، حتى نصنع جيل عربي قادر على إطلاق يعني مكنوناته وقدراته وطاقاته باتجاه التغيير الشامل، لنصبح أمي قادرة على أن تضع نفسها في السباق الحقيقي مع الأمم. أنا بقول أن رسالتنا كآباء أن أبنائنا يجب أن لا نضع لهم مسار حياتهم، عليهم أن يقرروا بحرية ومسؤولية خياراتهم ويختاروا الطريق الصحيح. أنا بقول أن أب ولكن وعهد تحت الخطر، لكن هل يوجد في فلسطين مكان آمن؟ هل هناك يعني هل الفلسطيني يستهدف لأنه يقاوم ولا لأنه فلسطيني؟ أنا بعتقد أن الفلسطيني يستهدف لأنه فلسطيني، وكثير من الناس ماتت في بيوتها وهي يعني نائمة، عائلة دواب حرقت. وبالتالي أنا بقول أنا مؤمن أن هذا الاحتلال لا يوجد لغة يستطيع أن يفهمها إلا لغة المقاومة والاشتباك والتحدي والتصفي. كلمني عن عهد الطفلة، يعني من وهي صغيرة من الواضح أنها يعني بداخلها روح الثورة وروح الغضب اللي موجودة أكيد في كل شعب الفلسطيني، ولكن وهي صغيرة عمرك ما كنت خايف عليها؟ لما كنت بتشوفها بتقف قدام الجندي الإسرائيلي الغاصب وهو وبتكلمه وبتزعق فيه وتهاجمه وبتحاول تخلص اخوها من ايديه، عمرك ما جيت قلت لها يا بنتي انت بنت بلاش انا خايف عليكي؟ كلمني عنها. يعني عهد يعني هي جزء من اسره يعني متعمقه في النضال، وثقافه المقاومه هي ثقافه موجوده حولها في بيئتها في اسرتها في اهلها في اسرتها الصغيره واسرتها الكبيره في قريه النبي صالح. أنا يعني سجنت 9 مرات، إما 5 مرات، عمتها شهيدة، خالها شهيد، أخوها كان معتقل مصاب، يعني وبالتالي هذه الثقافة وهذه اللغة يعني يتم يعني خلينا نقول تدرجت مع وعي عهد وهي طفلة، وبالتالي عهد اختارت طريق المقاومة عن وعي وإرادة ومسؤولية وقناعة، وبالتالي كل ما تتصرف به عهد هو قناعاتها. وليس ردة فعل او حالة غضب لحدث هنا او حدث هناك. وبالتالي نحن نرى يعني في كل المشاهد التي ظهرت عهد ظهرت في صورة واحدة، وهي صورة المقاتل المشتبك الذي يرفض هذا الاحتلال ويصر على مواجهته بالقوة. عهد في اكثر من مقام واكثر من محطة واذاعة ولقاء واجتماع كانت تقول انا لا ارغب ولا احب ان يراني احد ضحية، أنا أحب أن أعبر لأن كرامتي من كرامة شعبي وقضيتي، وبالتالي أنا أرى نفسي مقاتل لأجل الحرية. عندما تروني بهذه الطريقة تستطيع يعني أن تقدموا الدعم الحقيقي والقادر على إحداث التغيير. أنا بعتقد أن عهد تمثل جيلها، بعتقد أن عهد هي إرادة هذا الجيل في الاشتباك وإنهاء الاحتلال. وانا بقول انه احنا يعني كاباء وكاجيال علينا ان نسلم الرايه لهذا الجيل الذي انا مؤمن وممكن انه يستطيع التحرير. ما هو وضعها الان؟ يعني تم القبض عليها بعد ما حاول الجنود الاسرائيليين الدخول الى المنزل، يعني اشرح لي ماذا حدث وما هو الوضع الان، حال عهد الان ايه؟ عهد يعني تم اعتقالها صباح الاثنين بين الثالثة والرابعة فجرا باقتحام عنيف للبيت من قبل كمية كبيرة من جنود الاحتلال وحرس حدوده. دخلوا بهم يعني كانوا مستفزين، كانوا بيطلقوا قنابل الغاز والصوت في كل محيط البيت والقرية.
فدخلوا وبدأوا يعني طلبوا مني إحضار كل العيال لغرفة الاستقبال، ومن ثم بدأوا بلغوني بأن عاد رهن الاعتقال، وطلبنا منهم أن تبدل ملابسها، رفضوا دخول غرفتها ودخلت معها مجند أجر. خلال الدقائق الأربعة الأولى كانت عاد مكبل وخارج البيت. في هذه الأثناء بدأوا بتفتيش البيت وقلب محتوياته، وقاموا بمصادرة كل أجهزتنا الإلكترونية من حواسيب وكاميرات تصوير ووسائل اتصال، تليفونات كل شيء. وكان بالاعتداء على أطفال الصغار محمد وسلام عندما رفضوا تسليم تليفوناتهم للجنود. وبعد ذلك تقريبا 40 دقيقة خرجنا وجدنا أكثر من 10 سيارات عسكرية تحيط بالمنزل، وصرخنا على عهد ردت من أحد الجبات العسكرية، وبعدها اتلهونا أنه أنا إذا أردنا أن متابعتها أنها ستكون في مركز شرطة بنيامين، وهو يبعد عنا تقريبا 30 إلى 40 كيلومتر. وبعد ذلك يعني صباحا أنا ندرك أنها لن تصل هذا المعسكر إلى صباحا، لأنه ستكون هناك طقوس أخرى يقوم بها الاحتلال أثناء اعتقال المواطن الفلسطيني لاستدخال الضعف والخوف وتخويفه. ذهب الزوج في صباحا مع أختها لمتابعة عهد والسؤال عنها ومرافقتها في التحقيق حسب ما يدعى أنه قانون إسرائيلي وهو ليس قانون. وكان المحامي موجود في هذه اللحظة. الساعة 10:30 صباحا تم يعني توقيف زوجتي واقتيادها بالتحقيق واعتقالها، وهي الآن مع عهد في قسم في هشرون قسم النساء، ولكن وضعينها هي ونور بنت عم عهد موجودات نريمان ونور في غرفة عهد في غرفة أخرى في قسم موجود فيها الجنائيات الإسرائيلية. هل في قضية يعني ستقدم للمحاكمة؟ يعني أثناء المداولة ما بين النيابة والإدعاء والإدعاء الصهيوني وأجهزة أمن والمحامي الذي طلب إخلاء سبيلها والإفراج عنها، وبعد كان الاحتلال يدعي أنها يعني هانت السلطة الحاكمة، ضربت الجندي، لها فيديوهات أخرى كانت صغيرة وتم اعتقالها ولم يعني استطاعوا اعتقالها، أنها تمثل يعني خلينا نقول يعني قامت بمجموعة ممارسات يعني بالقانون الإسرائيلي يعني تفتدعي الاعتقال، وأنها على ذمة التحقيق وتم تمديدها هي وأمها بنت عمها حتى يوم الاثنين لذمة التحقيق. رفضنا هذا القرار وقدمنا استئناف. غدا هناك استئناف سيكون أنا يعني حسب معرفتي سيرفض طلب إخلاء السبيل مرة أخرى. يوم الاثنين يعني أنا بشوف أنه القضية أصبحت رأي عام إسرائيلي للإلقاء التي ستخضع كل مجريات المحكمة، لأن المحكمة والإعلام هي أحد مكونات الاحتلال. المحكمة هي لن تأتي لنشر العدل والانتصار للفلسطيني إذا كان متهم، وإنما لتعميق الاحتلال. وبالتالي أنا بشوف أنه قضية أحدث بعد قضية رأي عام متطرف إسرائيلي صهيوني يريد إبقاء عهد في السجن. بالأمس وقبل يومين الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يعني صرح بشكل واضح أن عهد إذا لم يكن هناك قضية فإن عائلة التميمي سيتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري. أشكرك سيد باسم التميمي والد عهد التميمي، البطلة عهد التميمي. هنا في مصر المحامي فريد الديب اتصل بمكتب الرئيس أبو مازن طالبا أن يعني يدافع عن عهد إذا ما كانت هناك جلسة للمحكمة. أنا اتصلت بالسيد فريد وقال أنه يعني أنه يريد أن يختم حياته في المحاماة بهذه القضية. هذه قضية وطنية، هذه قضية يعني تمسنا جميعا، ولكنه في انتظار الإجراءات من مكتب الرئيس إن كانوا يعني يرغبون في ذلك. وأنا بتمنى طبعا أنه فعلا يستطيع أن هو يروح يدافع عنها، وأن احنا نحشد يعني أقل شيء اتحاد المحامين العرب انه يحشد عدد من المحامين من كبار المحامين سواء الاستاذ فريد الديب او غيره، ان احنا نحشد عدد من المحامين العرب يروحوا يدافعوا عن عهد التميمي، هذه الطفلة
الفتاة اليافعة ذات 17 ربيعا اللي بتخوف جيشا بأكمله، وقفت قدام جنود إسرائيليين، جنود الصهاينة والمعتدين، من وهي طفلة مش بتخاف. اللي بيسأل بقى عن الموضوع الخوف دول اللي مش بيخافوا، دول البنت دي هم دول اللي مش بيخافوا، هم دول بيدافعوا بجد عن الوطن، هم دول اللي بيقفوا وهي شايفة اخواتها بيموتوا، قرايبها بيموتوا، عيلتها بيموتوا، اهل بلدها بيموتوا، بلدها بتروح، واقفة مش بتخاف، بتدافع عن بيتها. وده اقل شيء انها تدافع عن بيتها، وده اللي قاله لي الاستاذ فريد الديب، ان هو لا يمكن ان تكون هناك قضية بتدافع عن بيتها. بس عايز اقول له يعني دي الحقيقة بتتكلم في ايه؟ دي اسرائيل، يعني هذا هو الاحتلال، هذه الدولة الوحيدة، يعني فلسطين هي الأرض الوحيدة المحتلة حتى هذه في 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 هذا العالم. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ اسرائيل لها دولة، لها قوانينها وقواعدها، وبتدعمها امريكا وتدعمها دول العالم. ولكن نستطيع ان احنا نخلي قضية عهد، قضية رأي عام، ليس فقط عربي ولكن أيضا عالمي، وهو ده دورنا، أن احنا نخلي هذه القضية، هذه الفتاة، أن تكون أيقونة للحراك الفلسطيني وربما الانتفاضة الثالثة. نخرج فاصل، وبعد الفاصل 4+1. فقرة المناظرات 4+1 النهاردة، والنهاردة عندنا حلقة مختلفة شوية عن كل سنة، مش زي ما اتعودنا. النهاردة هنطرح أهم 5 قضايا شغلت المصريين خلال عام 2017، وهنبدأ أولى موضوعاتنا مع زميلنا إبراهيم الجارحي اللي هيطرح السؤال الأهم اللي شغل المصريين طول السنة: هل تحمل المواطن المصري بمفرده نتائج الإصلاح الاقتصادي؟ هل عنده سنة أفضل السنة الجاية؟ دي بقى للنجوم والأبراج وكده. أنا هقول لكم رأيي في بكل صراحة الحقيقة في وضع الأحزاب المصرية والسياسة في مصر. هل السنة دي كان عام منزوع السياسة تقريبا؟ هل الأحزاب مسؤولة عن جزء من هذا الأمر، ولا يعني فقط الدولة هي المسؤولة عن عدم وجود سياسة في مصر في 2017؟ عن سد النهضة وملف المفاوضات، وهو ملف مهم جدا شغل أذهان المصريين وحيشغل أذهانهم أيضا في 2018، زميلتنا أميرة العدلي هتقول لنا هل أخطأ الطريق في موضوع مفاوضات سد النهضة، هل أغلق الملف أم مازال أمام مصر فرص أخرى لتفادي هذه الأزمة؟ الكاتبة عفاف السيد هتكلمنا عن المرأة وحقوقها، ونحن بنودع 2017 العام اللي أعلنه السيد الرئيس أنه عام المرأة. هل فعلا كان عام المرأة؟ هل حصلت المرأة على حقوقها ولا اتقلب علينا بصراحة؟ أما بقى حلم المصريين الممتد من سنين طويلة جدا للوصول لكأس العالم، فده اتحقق في 2017، هو السؤال اللي هيحاول عمرو فارس ان هو يجاوب عليه. هل سينجح كوبر في تحقيق حلم آخر للمصريين، ان احنا يعني نتقدم شوية؟ انا ما قلتش ان احنا نوصل كاس العالم او نوصل مثلا للمربع الذهبي لا قدر الله، ولا للمربع اللي هو ولا لدور الثمانيه بعد الشر، نطلع بس نعدي كده. ممكن اعدي من الدور ده للدور 16، ولا هيفضل هو جون مجدي عبد الغني جون اليتيم في حياتنا؟ هنشوف. خلونا نبدا 4+1 وجرحي. والله السؤال بتاع هل تحمل المواطن المصري بمفرده نتائج الإصلاح الاقتصادي، سؤال أنا شايفه أنه غريب جدا، لأن المعادلة ما فيش فيها حد ما هوش مواطن مصري. في تجار ركبوا الظرف بتاع التعويم والإصلاحات الاقتصادية واستغلوا الفرصة وضعفوا أسعارهم بشكل غير منطقي، ومع انخفاض الأصل بتاع بعض السلع في الأيام الأخيرة ما زالوا محتفظين بالأسعار المرتفعة. جهة الإدارة أيضا مصرية، وإذا حتى لو هي مسؤولة عن الأمر فهي تتحمل يعني أعباء الإصلاح الاقتصادي، فيها جزء كمان مسؤولية سياسية ومسؤولية اقتصادية ومسؤولية تاريخية لمتخذ هذا القرار والمنفذيه. فأنا مش شايف حد يغزلافي في الموضوع، احنا بنتكلم كل الأمر عن
المواطن المصري، ولكن إذا كنا بنتكلم عن المواطن الذي هو مستهلك غير منتج وغير تاجر، فالمصريين كلهم بالكامل تحملوا عبء أو أعباء وتبعات الإصلاح الاقتصادي. أخص بالذكر الطبقة اللي كان عندها مدخرات وانخفضت قيمة هذه المدخرات انخفاض شديد نتيجة للتعويم، الطبقات الأدنى طبعا تحملت الموازنة العامة بتاعت الدولة جزء من تغطيتها بمعاشات تكافل وكرامة. يعني بصي الموقف ككل انه المصريين كلهم تحملوا ثقل شديد جدا جدا لتبعات الإصلاح الاقتصادي. ولو جينا نتكلم عن اللي شالوا الجزء الأشد قسوة هم الناس اللي مرتباتهم لم ترتفع، وفي نفس الوقت كان عندهم قدر من المدخرات انخفضت قيمتها بشكل كبير، ودول موجودين في الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا، مهماش موجودين في الطبقات الفقيرة اللي يمكن أمام هذا التعويم كانوا أسعد حظا من الباقين اللي برضو الأسعار ارتفعت عليهم بنفس الشكل. وده رأيي. طيب هو يعني ما فيش كلام كتير يضاف في هذا الموضوع. الخلاف الوحيد اللي هيكون بيننا في هذه المسألة هو الطبقات اللي تحملت الإصلاح الاقتصادي. مصر حالة طول عمرها كانت حالة خاصة جدا في النسيج الاجتماعي بتاعها وفي التكافل الاجتماعي اللي كان موجود في مصر. الطبقات اللي كان عندها مدخرات والطبقات اللي كانت دخولها بتسمح لها انها يبقى عندها بعض الفائض كانت دايما وعلى مدار سنوات طويلة جدا بتلتزم بمساعدات بتقدمها للطبقات الافقر. اعتقد ان الطبقات الافقر دلوقتي حرمت او بتحرم من هذه المساعدات نتيجة ان الطبقة اللي كانت بتقدم المساعدات امكانياتها ما بقتش تسمح لها انها تقدم هذه المساعدات. الطبقات الفقيرة هي اكثر الطبقات معاناة. حضرتك هتشوف الكلام ده في فواتير الكهرباء، في فواتير الغاز، في فواتير المية، في تذاكر المترو، في اسعار السلع الاساسية، مع عدم تحرك الدخول بتاعتهم، وكمان مع يمكن انخفاض حجم المساعدات اللي كانوا بيحصلوا عليها من الطبقات الاعلى شوية اللي هي الطبقة الوسطى تحديدا. فانا بشوف انه الطبقة الفقيرة هي اكثر من تحمل هذه الاجراءات، والحقيقة انه الاجراءات دي كان لازم تكون اخف من كده شوية. يعني انا مختلفة في ده. الاجراءات هي كانت لازم تتاخد 2000 وهي اتخذت 2016 وهي 2016 تدريجيا الاسعار ارتفعت اكتر. كل ما بتاخد اجراء تدريجي زي ما جرحي بيقول انت السعر بيعلى كل شوية، اسعار السلع بتعلى كل شوية. لكن هو المهم بقى في 2000 المواطن المصري تحمل 2017 بطل صراحه. الطبقات المتوسطه، الطبقات اللي دخلها قليل، ابطال رئيس الجمهوريه كان النهارده يعني أبطال. الشعب تحمل. الفكره بقى انه 2018 ولازم ما اخافش ان فكره ايه طب هو هيتحمل لحد امتى واحتمال ينزل ثوره. لا انا مش الفكره انه ينزل ثوره، انا الفكره ان هو ان دوري كدوله او دور الدوله ان تعمل على تحسن الوضع الاقتصادي وعلى رضا المواطن. رضا المواطن ده بيجي بحاجات كتيرة، مش بس بانه دخله يتحسن، انه الاجراءات البيروقراطية تتحسن، انه يروح يتعامل كويس في قسم شرطة، انه يروح يتعامل كويس وهو بيطلع بطاقة، انه ما يضطرش انه يدفع فلوس في درج موظف كذا مثلا. يعني 2018 بقى لازم تشوف نفس تحسن في الناس، والتحسن ده مش هيبقى في الاسعار، الاسعار مش هتنزل. احنا عايزين نحسن الدخول، عايزين نفتح القطاع الخاص انه يشتغل، عايزين نخلي الناس تشغل ناس، عايزين نحسن الدخول تعلى، مش ان الدوله ترفع الاجور، لكن ان الناس تشتغل. انا هاخد من كلامك وهي فكره ان يتفتح المجال للشغل. احنا المشكله في الاجراءات الاقتصاديه اللي تم
اتخذها، ان نسبة البطالة بقت عالية جدا كمان، بالاضافة ان الطبقة الفقيرة والطبقة المعدمة هم اكتر تضررا من الطبقات التانية، كمان ما بقاش في شغل. يعني انت زي ما قلت لا انا مش مع التدريج خالص، بس مع استنى بس، يعني مع ان الاجراءات اللي اتخذت دي كان لازم تؤخذ، بس كان لازم نراعي كمان ان في ناس يعني مش هيبقى عندها شغل. يعني عاملات المنازل مثلا، الطبقه الوسطى هي اللي بتشغل عاملات المنازل، الطبقه الوسطى لما دخولها قلت وما بقاش عندها فلوس ما بقتش بتشغل، الطبقه الوسطى ما بقتش بتشتري مثلا الحاجات زي ما كانت بتشتري زمان، ففي محلات فعلا البقالين الصغيرين وبتوع الخضار الصغيرين ما بقوش بيشتغلوا، فنسبه البطاله بقت عاليه. بالظبط. لا وكمان يعني انا مع اللي انت بتقوليه جدا، كمان نسبة لو بصينا دخل المواطن كان كام وبعد بعد التعويم بقى بيساوي كام، يعني ال 1500 جنيه بقى بيساوي 700 جنيه، اللي كان بيرتبه 3000 جنيه او 5000 جنيه بقى قوته الشرائيه في السوق 2000 ل 2500. فاحنا ما بقينا خلاص الاجراءات كانت لازم تتاخد مره واحده، وكانت صح ان احنا لازم ناخد اجراءات بالتعويم وباصلاح اقتصادي، بس كمان احنا محتاجين فرص استثماريه اكتر، محتاجين نشجع الناس انها ترجع تفتح مصانعها وتشغل الناس وترفع الدخول، محتاجين قوانين تبقى عادله بالنسبه لقوانين العمل علشان نقدر نوازن ما بين الطبقات اللي بتندثر. انت عندك الطبقه المتوسطه تقريبا بتختفي. هي ما بتختفيش، الطبقه الوسطى ما بتختفيش الحقيقي، يعني هي بتضغط، هي بينزل منها مجموعات للطبقه الفقيره، والطبقه الفقيره بتوصل للطبقه المعدمه، فنسبه الطبقه المعدمه هي اللي بقت عاليه. ومعدمه يعني ايه؟ يعني ما عندهاش قوت يومها بشكل حقيقي، مش مجازا، ده حقيقي فعلا. هي نفس الاجراءات دي، عشان كده انا لما اتكلمت على التدريج كنت بتكلم على التدريج من وجهه نظر تأثير ده على فكرة هي كده مدرجة، ما هي مدرجة في بعض الأمور أكبر من ذلك، مدرجة دي مشكلة أكبر، التضخم وضعفت يا جماعة. طب ما هو قدام الكلام ده، تكلفة الإنتاج ارتفعت، أسعار السلع لما ارتفعت أصبح حجم الاستهلاك أقل، وبالتالي كل المؤسسات المنتجة حجم مبيعاتها كما وليس بكام جنيه كما. انا عارفه ان وقت الفقره دي انتهى، لكن عايزه اسال سؤال على الترابيزه دي، البلد دي فيها فلوس؟ وده اللي انا ودي علامه الاستفهام اللي الحقيقه بتصيبني بصدمه، يعني في فلوس كتيره، في فلوس كتيره جدا، يعني القطاع المصرفي هذه الحكومه فقيره والشعب جزء منه غني، عنده بقاله سنه كامله بيحاول يجمع احتياطي نقدي وجزء منه هوت ماني وقروض سريعه من بره، وفي 42 مليار دولار موجودين تحت البلاطه في مصر خارج القطاع المصرفي. وقت تفتح الكومباوند يتفتح على الورق يخلص في 48 ساعه في فلوس. هل احنا مش عارفين الفلوس دي تدخل يعني في القنوات الشرعيه؟ حكايه الكومباوندز دي خلاص بدات تقف، احنا داخلين على مرحله السوق العقاري هيتاثر فيها، ده مش مقتنع. انا حاسه ان ممكن يبقى متاثر ازاي في لما يتاثر نبقى نتكلم فيها. طيب لما في المستقبل 2008 ان شاء الله ارتفاع مدد التقسيط في عروض العقارات طبعا ده مؤشر على انخفاض الطلب في السوق على طول. هننتقل لقضيه اخرى، 2017 كان عام الحقيقه السياسه فيه كانت ضعيفه جدا ان لم تكن غائبه تماما، وما كناش بنسمع اي نقاش سياسي من احوال البلد الا ربما في مؤتمرات الشباب اللي كان بيعقدها الرئيس. ناس كتير ممكن تتهم الدوله انها وراء هذا التغييب، سواء تغييب المعارضه بالتضييق او تغييب المجتمع المدني بقوانين قانون الجمعيات الاهليه وغيره. لكن الحقيقه ان الدوله مش لوحدها مسؤوله عن هذا الغياب السياسي، ايوه مسؤوله عن جزء، ولكن في جزء اخر مسؤوله عنه الاحزاب. وتتحمل مسؤولياته جزء مش قليل. نظرة واحدة تحت قبة مجلس النواب تكشف انحسار صوت المعارضة، انحسار الصوت اللي بيناقش حتى. مش بس كده، لكن واحنا مقبلين على عام انتخابات 2018 لم تعلن اي من الاحزاب الكبرى تقديم اي مرشح لها، اما دعما للرئيس او لانها ببساطه ما عندهاش لا كوادر ولا رؤيه ولا فكره ولا حتى جرأت انها تنزل تنافس. طب هنعمل الرؤيه امتى؟ وهنربي الكوادر امتى؟ وهننافس امتى؟ وهنقدم مرشحين امتى؟ في رأي بيقول طبعا انه التضييق والتشويه يطال كل من يريد التقدم في الصفوف. طب هو السؤال برضه، هو انت عايز تناضل منين؟
من من هنا من الاستوديو ولا عايز تناضل منين؟ والحقيقه انه السياسه هو ان انت تنزل الشارع ويكون في يعني ليك قاعده جماهيريه. الحقيقه انه يعني مخيب للامال جدا ما حدث من الاحزاب، ومخيب للامال في نماذج كثيره جدا زي مثلا فريق شفيق اللي اعلن ترشحه وبعدين فجاه رجع في كلامه وقال لما ابقى اشوف الشارع بقى ابقى اقول اذا كنت هنزل ولا لا. اظن ان هو لسه بيشوف الشوارع، مش عارفه هو بقى في اي منطقه، هل خرج من التجمع مثلا راح مصر الجديده ولا لسه موجود في التجمع. السياسه مش مؤتمر صحفي في فندق، السياسه في الشارع وسط الناس. احزابنا تقريبا غايبه، هتقولوا ما هو مضيق عليها، هقول لكم وهو النضال السياسي ايه، انك تحاول تخرج من هذا التضييق، وده رايي. تفتكري شفيق راح انه شارع؟ لا هو لسه حضر حضر فرح حضر فرح. ربنا كرمه. ايوه لا يعني هو قال لك انا انزل الشارع عشان اشوف اذا كون يعني اساسا هو في الامارات ما كانش عارف. حضر فرح معناها ان هو عارف يتحرك، يعني لو كان عايز. لا هو ايوه انا قصدي ممنوع من الحرك في الشارع، يعني انا بقول هو قال لك هنزل الشارع اشوف اذا كنت يعني ليا مكان او ليا شارع. فرح طاير اكيد عدى على شارع يعني. فكر سال في الشارع. فكره ان انتوا يعني مش عايزين تمارسوا سياسه برفاهيه، وان لازم يبقى في تضييق عشان يبقى في نضال. انا لا انا ما بقولش لازم يكون في تضييق، انا بقول الساحه مش موجوده لو في تضييق. هو احنا مش علينا تضييق، كل العالم عليه تضييق، لكن كل حد بيحاول ان هو يخرج من التضييق بكلمه حره مره، باداء مره، اكيد يعني ما فيش دولة ما بتحبش تضيق على فكرة. دي دولة مش موجودة. تمام. انت قلتي في الاول موضوع ان احنا النظرة كده للبرلمان، فيعني هل السياسة لا يختلف تماما من اول انتخابات البرلمان والطريقة اللي اتعمل بيها البرلمان اللي موجود حاليا بائتلاف دعم مصر اللي بيحصل الانتخابات وبعد كده ائتلاف دعم مصر، واللي خلى في الاخر مجموعات الاحزاب مجموعات ضئيلة جدا، والاحزاب اللي موجودة بتحاول انها تشم نفسها، والباقي اختار ان هو يبقى برضه يعني دعم مصر برضه بس بشكل اخر، او يدخل في احنا هندعم الرئيس يا جماعة، احنا ما عندناش اي مرشحين ومش هنقدر نعمل اي حاجة تانية، وبدأوا يتباروا ان هم يعملوا ومؤتمرات ومش عارف. طب ده دعم مصر وبقيه الاحزاب فين؟ دي جزء من الاحزاب اللي هي الاحزاب الكبرى اللي قدرت تدخل برلمان. الاحزاب الثانيه يعني الغلبانه المعارضه اللي عندها يعني بلاش غلبانه دي عشان بتضايق قوي. تنظيم محبوس اللي اتفجرت من الداخل، واتفجرت من الداخل بفعل فاعل، عشان نبقى واضحين الاحزاب لحظة واحدة. يعني ايه احزاب المعارضة بتؤمن بنظرية المؤامرة برضو؟ بتؤمن بنظرية المؤامرة، وعندهم مؤامرات ما شاء الله، عندهم مؤامرات الشهادة دي، عندهم مؤامرات عظيمة جدا. ده مفيش كوادر حتى يعني ايه فكرة جماعة. اللي هو لا والله ممكن نقول المصري يعني ده في كوادر زي ممكن يبقى مرشح كويس بس مفطوس او مفطسين. لا الوضع في كوادر يعني المصري الديمقراطي في كوادر، في كوادر داخل الاحزاب، لكن في النهاية في احزاب بدات الشوكه بتاعتها تقل، بدات ان يتم اضعافها، وفعلا تم اضعافها لدرجه انها وصلت لمرحله انها ما بلهاش صوت. بيتم اضعافها من خلال مين؟ بس عشان ابقى فاهمه طب ما نشوف القوانين اللي صدرت في مصر والخاصة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة، كلها قوانين بتمنع أي نشاط سياسي في الشارع. زي مثلا قانون التظاهر بشروطه. هو مفيش عمل سياسي غير التظاهر. زي قانون الاحزاب. انا قلت قانون الاحزاب الاهليه بس معلش، هو مفيش عمل سياسي غير التظاهر. انا هسال حضرتك سؤال، حاجه غريبه جدا، هل في حزب سياسي النهارده عنده القدره انه يقرر انه يعمل مؤتمر جماهيري لطرح برنامج الحزب السياسي؟ ما يعرفش ليه بالنسبه القانون يمنعه. القانون اذكر لا 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 قدم طلب لا يوافق على قدمته. الاحزاب قدمت يا رفض يا رفض انتوا افترضوا افتراضيات
اتفضلي اتفضلي. التحالف الشعبي لما قرر انه يعمل مسيره يعني المجموعه بتاعت حزب الوحده جمع يعملوا مسيره انتوا فاهمين السياسه مسيرات ومظاهرات انا بقول لك هي دي يعملوا مسيره وموافقه امنيه المصري يعني العمل السياسي كوادر ان احنا نعمل كوادر حزبيه نسمع بالمظاهرات نسمع ده بيشتغل في الشارع يا جماعة بنص الدستور المصري العمل السياسي واجب على المواطنين. النهاردة أي حد بيمارس العمل السياسي ويختلف في الرأي مع رأي الدولة بيهاجم من الإعلام اللي هو مش تبع الدولة. ده حصل يا عمرو معلش ادينا أمثلة ما تقولش على فكرة إسلامنا بداية بالمناسبة بداية الطرح بتاعنا دلوقتي لما جينا نتكلم على شفيق احنا هاجمناه احنا ما هاجمناش انا هاجمته طبعا ببساطه بس على فكره ببساطة. انا هاجمته علشان هو مرشح احمد شفيق معلش يعني ايه احمد شفيق يعني ايه الفرق احمد شفيق احمد شفيق راح يعمل عمره قعد له ست سنين بره ولا اربع سنين بصي عمل ايه الفريق احمد شفيق من ساعه ما عملنا ام الثوره ليه لان هو قرر انه يترشح ما انا مش فاهمه ما انا مش فاهمه انتوا مش عارفين انتوا لا لا نقف بس لا معلش لازم ارد انا على موضوع شفيق لا هاجم من ساعه ما هاجم ابو ظبي معروفه يعني اولا انا لا انا لازم انا هجومي على الفريق شفيق انه رجع في كلامه مش ان هو مرشح ان هو مرشح نفسه انا مدافعا عن الفريق شفيق وصعب قوي ان انا ابقى مدافع عنه لاني مختلف معاه من وقت ثورة 25 يناير وانا دافعت عن حقه في الترشح لكن انا من حق اي بني ادم ان هو يترشح وما يترشح وماشي كل ده اللي عايزينه احنا لا الا يواجه ومن حق لا لا لما يقول ان انا رجعت في كلامي دون ابداء هو ده الموضوع احنا لا معلش انا عايز اقصد لما يقول انا رجعت في كلامي دون ابداء اسباب اصل انا ما شفتش الشارع فانا اسف ده راجل مش حاسب حساباته شفيق اتهاجم قبل ما يوصل مصر لحظة واحدة عشان طلع على الجزيرة حضرتك راجعي عشان طلع على الجزيرة لحظة عشان طلع على الجزيرة انا كده فهمت البشمهندس بيقول حاجة مهمة على المفترض فينا انه لما يترشح حد ان احنا نحبه على فكرة ما قلتلكش لا نحبه ولا نكرهه على فكرة لا نحبه ولا نكرهه ما احنا سمعناه على الجزيرة وما عجبناش مفترض فيك ان انت سمعنا على الجزيرة وما عجبناش ايوه نسمعه في قناة بتهاجم بلدنا ازاي يعني يطلع في قناة الجزيرة واحنا نقعد نسمعه ونقول اوكي احنا عايزينه على فكرة بس ده ايه ده ده ايه ده هو عمل ايه شفيق احنا مش موضوعنا شفيق معلش ما تخلينا نقول ان شفيق اللي عايز نقول الانتخابات هو ده مش مثال احنا بنتكلم على بنتكلم على غير شفيق بنتكلم على في واحد اسمه السفير معصوم مرزوق لا ده قصة ما طلعش على الجزيرة وطلع يتكلم كمية الهجوم اللي قفل ما تهاجمش يا جماعة ادوا فرصة انا مش اللي يعرف مين اللي يعرف احنا لازم ننقل مين اللي يعرف مقصود بايد احنا لازم نروح مين عارفه تانية ان احنا يبقى عندنا انتخابات مين عارفه اساسا انا مصلحتنا انه يظهر مرشحين طبعا من مصلحتنا وانا بقول فين الاحزاب ليه ما قدمتش مرشحين لان السياسة غايبة ولان الاحزاب مسؤولة عن جزء من ده اميرة سد النهضة هل اخطأنا الطريق؟ من وجهة نظري احنا اخطأنا الطريق انا درس مفاوضات دولية دبلومة مفاوضات دولية من جزء من الحاجات اللي انا درستها كانت التفاوض في المياه منها كان سد النهضة من المفترض حسب ما انا ما ذاكرت وحسب ما اتشرح لي وحسب ما بحثت في الموضوع ان احنا كان اول خط مفروض ناخده اللي هو فكرة مخالفة الاختار احنا اللي احنا عملناه ان احنا بدأنا نرضخ لاثيوبيا وما تقدمه لنا وفكره مذاكره التفاهم ومذاكره المبادئ خش من لجنه للجنه لجنه فنيه لتسويف وسد عمال يتبني وفي امر واقع بيحصل ولما يحصل الامر الواقع ده انت مضطر ان انت ترضخ لقوانين الدوله اللي نفذت الامر الواقع عليك دون هتعمل ايه يعني ما عندكش حل تاني غير ان انت تحاول انك تتفاوض وتوصل ممكن بقى تقلل حصتك من الميه ممكن تفضل الحصه زي ما هي ممكن هي بمزاجها تقفل عنك المحبس حسب بقى هي عايزه ايه لكن كان من البدايه من المفترض قبل والسد ده بيبدا يتحط القواعد بتاعته ان احنا نقول لا ستوب في قانون دولي بيقول ان احنا في بينا اتفاقات وان انتوا خالفتوا شرط الاختيار يا جماعه لو سمحتوا وقف لحد ما نقعد نتباحث ونتفاوض لكن مش نسيبهم يبنوا بعد ما يبنوا بعد ما يخلصوا كل ما عايزينه عمالين يسوفونا نيجي نقول في الاخر والله احنا احتمال نواجه فشل فريق سد النهضه واحنا عندنا ازمه مائيه اساسا احنا المفروض نزود حصتنا من الميه ما نقللهاش فاحنا بقينا قدام خطر مائي احنا مش عارفين قدام مجهول اثيوبيا هتعمل معانا ايه السد اخرته ايه بعد ما يتبني وبعد ما يبداوا فترات الملء بتاعتهم وهل هنتاثر ولا مش هنتاثر ولو حصلت كارثه مثلا هنوقف الكارثه دي ازاي بقينا قدام المجهول فاحنا اخطانا
المفروض المفاوضات كانت تمشي بشكل مختلف عن كده، المفروض ما كناش نتسوف. احنا دخلنا في مفاوضات قبل كده في طابة وغيره وعارفين المفاوضات بتمشي ازاي والقانون الدولي بيمشي ازاي. كان من المفترض ان احنا يبقى عندنا خطة احنا هنعمل ايه، ولو سوفونا احنا هنعمل ايه، وازاي ممكن نوقف. اللي حصل عكس كده تماما. انا شايفه ان احنا بنواجه امر واقع في سد النهضة، احنا مش عارفين اوله من اخره ايه والموضوع هيرسى على ايه. ده وجهة نظري. طيب يعني انا ما بحبش كلمة المفروض كان يعملوا كذا، يعني لان اللي بيتفاوضوا هم ناس على درجة عالية جدا من المعرفة ومن القدرة على التفاوض، وعندهم الاسس بتاعت ده، وهم عارفين القضية. مش احنا على ترابيزة قاعدين بنقول كلمتين فبنقول المفروض كانوا يعملوا كذا، والمفروض كانوا يسلكوا الطريق كذا، والمفروض كانوا قالوا كذا، والمفروض مش عارفين. معلش، ما هي الواحد اتنين تلاتة دول الواحد اتنين تلاتة دول اكيد اتعملوا واتعمل اللي اكتر منهم. لا 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 لا، ما قدمناش مذكرة بموضوع انه خطوات الاختبار لحد دلوقتي. استني يا اميره، مش انت يا اميره اللي هتقرري وانت قاعده هنا ان هم عملوا ولا ما عملوش؟ بالتاكيد دي حاجات بتبقى انت بتقدمها للامم المتحده. دي دوله، دي دوله في حته، يعني احنا في دوله، احنا في دوله فيها ناس مسؤوله عن الملف ده، واحنا عارفين ان الملف ده اساسه سياسي مش فني، وعارفين المشكله السياسيه اللي كانت من وقت مبارك مش من دلوقتي. على فكره وبعدين اتضخمت قوي وقت الاجتماع السري اللي كان مذاع على الهواء، وكلنا عارفين ده، وعارفين اثيوبيا هي ماشيه في مسلك سياسي مش في مسلك فني. الاختلاف دلوقتي هو الاختلاف على المكتب الفني والتقرير الفني اللي اتعمل، لكن المسار السياسي ما زال لسه مفتوح، ولسه الباب، ولسه شغالين في المفاوضات. وانا ما اعتقدش، وانا مؤمنه المفاوضه على امر واقع غير المفاوضه ومفيش حاجه. كويس جدا، كويس جدا الكلمه بتاعت الامر الواقع، لانه زي ما حضرتك اتكلمتي عن فن التفاوض، كل دوله بتتفاوض وعندها كروت بالزبط بتاعتها، بتحدد هي هتقدر تفرض ايه من التفاوض بتاعها. يعني ما هواش حبي وودي، مصر تعرف جيدا داخل هذه المفاوضات ان هي دوله قويه، وانه مش هيحصل اطلاقا تحت اي ظرف من الظروف انه في دوله اخرى هتعرف تعطشها. يعني النقطه دي محسومه. التفاوض على مسائل فنيه ده شيء طبيعي في الموقف اللي احنا موجودين فيه. لو بنتكلم عن كروت التفاوض في اللحظة دي، مصر ما هياش دولة من النوع اللي اثيوبيا ممكن تقفل عليه المحبس ده اكيد، و100% وثابت تاريخيا ان الدولة المصرية دي هي هي في نفس. انت بتفكرني بالظبط ان ممكن نبعت شبهة تخلص على السؤال. انا معلش، انا محتاج كده اقول لكم على شوية معلومات عن سد النهضة. اولا، موقع سد النهضة جغرافي، موقع سد النهضة جغرافي 20 كيلو متر قبل حدود جنوب السودان. ما احنا عارفين، احنا عارفين المعلومات دي يا فارس، انت بتقولها لنا. هذه المعلومات احنا مش محتاجين نعرفها دلوقتي. هذه المعلومات تؤدي الى الحديث عن اسلوب التعامل مع ملف سد النهضة. سد النهضة ده على بعد 20 كيلو متر من جنوب السودان، وبالتالي هو السد غير مقصود به اطلاقا تخزين المياه، و المقصود في الاساس ومنذ خلافات اثيوبيا مع الرئيس السادات مع مصر في عصر السادات، المشروع ده كان بيتحرك كذا مره قبل كده وتوقف نتيجه تهديدات مصريه، لان ظروف مصر وقتها كانت مختلفه. المقصود منه تماما هو الاضرار بمصر، او على الاقل القدره على تهديد مصر. انا فاهمه ده، فاهمه ان الموضوع سياسي، بس سياسي مختصر يا فارس لانه ترى بيخلص الوقت. احنا في فتره من الفترات اللي هي بين 2011 وبين 2014 حصل انه اثيوبيا اتحركت تحرك سريع في عمليه الانشاء. لما جينا احنا في 2014 وقررنا ان احنا هنبتدي نتعامل مع الملف من اول وجديد، كان الامر الواقع موجود فعلا، لكن كان لازم في هذا الوقت ان احنا نتعامل مع الموضوع على انه موضوع يضر بينا، مش على ان احنا بندور على مصلحتنا ومصلحه اثيوبيا مع بعض. هو اكيد احنا عارفين ان هو موضوع يضر بينا، ولكن احنا الطريق اللي خدناه كان ايه؟ حاولنا نسلك طريق التعاون مع اثيوبيا. اثيوبيا وقع الامر ان هي بتتحرك بإيعاز من السياسة الإسرائيلية،
ومارست لا ومش الاسرائيليه بس انت لا. انت شوف قطر بتعمل ايه، شوف قطر وتركيا بيعملوا ايه، مش اسرائيل بس. اكمل وتعاملوا معانا بنفس الاسلوب الاسرائيلي في جميع المفاوضات اللي دخلتها علينا، ان احنا دلوقتي لازم نلجا للقانون الدولي فورا. طب ما هو ده اللي احنا لم نلجا لهذا حتى احنا دلوقتي احنا ماشيين في طريق سياسي وده كويس جدا، احنا عندنا مفاوضين جيدين جدا ومنتزين كمان، يعني مش ناس قاعده مثلا في مكاتبها وبتقول لك هيتحل. انا عارف الناس اللي كانت ماسكه يعني وقدرنا في فتره من الفترات في سنه 2014 ان احنا نوقف دعم دول اوروبيه على راسها النرويج ونوقف تمويلات. انا اظن ان ده هيكون ملف اتفاقات. ملف مهم جدا في 2018 لازم هو ملف 2018 خاصه انه اثيوبيا قررت انها تبدا ملء السد قبل موعده ومصر اعترضت على هذه الخطوه. لكن انا الاكيد انا يعني متاكده منه، انا ما اعرفش تفاصيل المفاوضات لكن متاكده منه ان ده ملف فيه اولويه مصر واولويه الدوله المصريه وده اولويه الشعب المصري، انه حياه او موت بالنسبه لنا. فاصل ونرجع. مبروك، مصر هتلعب في كاس العالم بعد 28 سنه. طبعا حاجه يعني هايله ان احنا هنلعب كاس العالم. اهم خبر في 2017 كان اهم واحلى خبر احلى خبر في 2017 القرعه بتاعت كاس العالم اتعملت في اول ديسمبر. مصر هتلعب في مجموعه فيها اوروجواي وروسيا والسعوديه، وده ترتيب مباريات مصر. وترتيب المباريات ده ايه ده، احنا اوروجواي الاول؟ راجل وترتيب ترتيب المباريات ده مهم جدا مع الفارق طبعا لترتيب مباريات مجموعتنا في تصفيات كاس العالم اللي ابتدت بغانا اللي هي كان المفروض انها اقوى فريق. وبالتالي انا يعني متفائل جدا ان احنا ممكن نقدر نقابل في الاغلب اسبانيا او البرتغال في دور ال 16، ومتفائل ان احنا هنقدر ان شاء الله نعدي المجموعه دي، لان احنا المنتخب بتاعنا كمان عنده مدرب كويس قوي، في عناصر كويسه جدا، وطبعا عندنا هداف البريمير ليج محمد صلاح. فانا بتوقع ومتفائل ان احنا هنلعب في دور ال 16، ولو الحظ معانا قوي يمكن نكمل بعد كده، وده رايي. يعني مش عارفه انت جايب التفاؤل ده منين. اتمنى طبعا، انا نفسي ان احنا نوصل دور ال 16 ونوصل للمربع الذهبي، بس يعني او اللي بعديه دور اللي بعد ال 16 ايه؟ التمانية. لا مش الذهبي، الذهبي ده اللي بعديه. المربع الذهبي بعد التمانية. لكن الحقيقه انه انا بقلق من طريقه كلاب كوبر. كوبر بيلعب للنتيجه صحيح والنقاط صحيح، بس هذه الطريقة قد لا تصلح لكأس العالم. كأس العالم أول مباراة أورجواي، سواريز واسمه إيه اللي أنت كنت بتقول عليه؟ كافاني. ده دول يعني هيهرونا يعني. بس ثانية واحدة، ثانية واحدة. إحنا عندنا أحسن مدافع في البريمير ليج اللي هو أحمد حجازي. عندنا أحسن عندنا هداف عظيم اللي هو هداف هيبقى من الهدافين التاريخيين البريمير ليج محمد صلاح. عندنا خط وسط مدافع عبقري والسد العالي الحضري. وعندنا بدلاء كمان يعني لحراس المرمى الموجودين حاليا. عندنا حارس الإسماعيلي اللي هو عواد، ده حاجة في منتهى الجمال. انا بخاف من التفاؤل ده. هو التفاؤل ده بيزعجني. احنا متفائلين لان احنا شفنا مصر قبل كده وهي بتلعب. احنا ملناش حسابات وواقعين في المجموعه. اولا روسيا على ارضها، على بس على باب الله. والسعوديه يعني احنا عارفين مقياسها في الكرويه والكره الاسيويه كلها بما فيها روسيا والسعوديه. انا شايف ان السعوديه اخطر من روسيا. الكرة اللاتينية بتاعت امريكا اللاتينية انت ونصيبك. يوم انت ممكن تعمل جيم هايل على البرازيل، ويوم تاني البرازيل بتشيل 7 عادي على فكرة، بيحصل.
يعني ما تتوقع لهمش حاجه. فاحنا في مجموعه ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيه. اذا كنا بنتوقع المعجزات فنحن اول. يا سلام. لا الروح بقى احنا الفرح معانا بقى بخاف على المصريين من الروح. احنا زي الفل. احنا قلنا زي الروح دي شارك وسنقاتل ونقاوم وان شاء الله الروح ايه اللي هتوصلنا. ماله طريقه لعب كوبر كمان مناسبه جدا لامكانيات المنتخب المصري. ايوه ده حقيقي بس مش مناسبه لامكانيات منتخب اورجواي والسوارز. انا عايز اقول لك انه احنا انا عايز اقول لك الصحف اورجواي على فكره الماتش اللي احنا هنبقى فيه قوي اكتر ما احنا قلقانين. ماتش اورجواي بتقرا صحف اورجواي؟ لا يا فندم واخد مترجم منها. لا فعلا فعلا وبيكلموا انه لا احنا عندنا مشكله في في مواجهه سرعه. انا شخصيا شايف ان ماتش اورجواي ده هيبقى ماتش تاريخي. يا رب يبقى يا رب يبقى تاريخي. ممكن نخلص من جنب يا عبد الحميد. هيبقى اول ماتش ده اول ماتش في البطوله. لا مجدي عبد الغني خلاص خلاص هو اخر كلام ليه عن الهدف. لسه هيكون يوم 15 ثانية واحدة يا استاذ. انا عندي امنية كمان انه نقدر في كاس العالم ده ان شاء الله نسجل اكتر من جون عشان ما نبقاش استبدلنا مجدي عبد الغني بشخص اخر. ايوه ده هو عايزين يتفرق دمه بين القبائل. الجون ده عشان ما نقعدش نتذلل يعني. خلاص بقى عشان ده موضوع مهم جدا مهم ليكم انتوا الاثنين. مبروك دور ال 16 الاول ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا بالنسبه لعامل مرعي وهل اتحقق اللي كان مأمول ان هو يتحقق؟ الحقيقه اتحقق بعض الحاجات البسيطه جدا. احنا كان سقف توقعاتنا عالي جدا 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 في 2017 بس اتحقق بعض الانجازات زي ان مثلا عندنا محافظه للبحيره ودي حاجه عظيمه جدا الدكتوره ناديه عبد. عندنا قانون المواريث وده كان حاجه مهمه جدا جدا اللي صدر في 19 نوفمبر وده كان حاجه من الانجازات فعلا اللي كانت موجوده لان احنا عندنا كم قانون طرحوا في 2017 ما اتعملوش زي قانون مناهضه العنف القانون الواحد لمناهضه العنف وزي قانون الاحوال الشخصيه برده ما اتعملش فيه حاجه. عندنا كمان الموضوع الطلاق الشفوي السيد الرئيس طلع اتكلم عليه وقال لازم توثيق الطلاق ما يبقاش شفوي وانا كنت ساعتها معترضه جدا على التوثيق والازهر رفض ده الحقيقه وانا مش فاهمه رفض ليه واستند على ايه. المهم كمان عندنا من الحاجات اللي كانت مهمه وما ما تمش تحقيقها هو دخول المرأة لمجلس الدولة واللي تم رفضه رفض قاطع مع ان ده ضد الدستور. عندنا المادة 9 في الدستور المادة 9 اللي بتقول في مساواة وما فيش تمييز والمادة 11 الجزء الثاني منها. انت شايفاه عامل مرأة ولا مش عامل مرأة؟ لا هو طبعا احنا حققنا حاجات كويسة انا ما اقدرش اقول ما حققناش بس فكرة ان احنا حققنا كل اللي احنا عايزينه لا ما حققناش ولا عمركم محتاجين 10 سنين كمان عشان نحقق ما طول ما انتم موجودين مش هنحقق. والله يا فندم السؤال الاعمق من كده ايه النقطه اللي ممكن المراه تتوقف فيها وتقول تمام كده احنا خدنا حقنا؟ العدل ان احنا المساواه وتكافؤ الفرص. انهي نقطه بس العدل في ايه؟ ان انا اقدر اخد دي اتكلم فيها من غير ما تقاطعيني. لا 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 مش هتكمل الجمله بتاعتك. طب لحظه انا هقول لك اللي هو ان احنا نتساوى مع بعض في العداله في فرص العمل والاجور صح؟ لا 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 ما بتكلمش عشان وعملك في الاتوبيس. لا تقولي في الاتوبيس ليه؟ برضو هو في رجاله دلوقتي بتقوم في الاتوبيس حضرتك والله ده انت ده انت واهم دي صوره ذهنيه عند حضرتك عربية لا 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 ده عشان التحرش ده من الرجاله ده من الرجاله ايوه ده من الرجاله المتحرشين حضرتك ايوه انت لو بصيتي على الترابيزه دي هتلاقي ان المراه واخده حقها انتوا ثلاثه واحنا اثنين الله اكبر يعني لا ثانيه واحده احنا كل حاجه على فكره احنا واحنا بنقيس الكلام بالمنظور قبل ما نقوله يا فندم يعني احنا بنحاسب على الكلام قبل ما نقوله عشان ما عامل المراه انه الست ما يتمش التحرش بيها ان اغتصابها فعلا يعد جريمه حقيقيه وينفذ الاحكام في ده انه الختان يتمنع بجد وانه يبقى يجرم الاهل اللي فعلا بيقوموا بهذه الجريمه وانه الدكتور يتمنع من مزاوله المهنه ده عامل مراه عامل مراه ان الست المطلقه ما بتجريش وتضيع وحياتها تروح عشان تاخد 300 جنيه انها تاخد نفقه تستطيع انها تصرف بيها على عيالها عامل مرأة انها تقدر انها تتطلق لما تعوز تتطلق وانها تكون حرة قرارها عامل مرأة هو ده عامل مرأة ان انت
ان القصه فيها احترام، ان انت محترم، الاحترام ده ما يبقاش مكتوب في خطب، في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه في منظور المجتمع، حاجه ثانيه مهمه اللي هي حق الولايه، حق ولاية الست. ان انت ما تعملنيش على اني مربيه، على اني بيبي سيتر، لا، وان انا ما عنديش مخ وما عنديش عقل. حق الولايه على نفسها الاول، وحق الولايه على اولادها، وحق الولايه التعليميه. احنا ما عندناش غير المرأة. ثانية واحدة، هو كده بيعبر، هو كده بيعبر عن وجهة نظر الدولة. انت شوفي رئيس الجمهورية وهو بيكلم، ايوه، بعد الدولة بقى، ربنا يترجم الى قوانين عادلة، ربنا يخلي لنا الرئيس السيسي فعلا داعم للمرأة، ربنا يخليكوا ليه، احنا كان ربنا يخليكوا ليه، يعني القصر الذهبي والله، طبعا ربنا يخليهم يا رب. زعلانة ليه بقى؟ لا لا لا، احنا زعلانين لانه بعد لان القصه فقط تقف عند رئيس السيسي، ومش صعبه في المجتمع، لسه مفيش قوانين على الجنس ده، اكتب الميراث المجتمع. يا جماعه لا، يا جماعه لا، يا جماعه لا، الستات يعني حاجه مهمه جدا، دي معايا رقمي ولا بنتها، لم يكن عامل المراه على الاطلاق، ما حدش للاسف الرئيس حب ان هو يكون عامل المراه، الدوله لم تمكنه والمجتمع لم يمكنه الحقيقه. لا شفتي اللقطه دي، بقول له الست ما بتقدرش تنقل ورقه ولا تنقل ابنها مدرسه، المدرسه لازم الراجل بيقول لي بجد. مش طبعا يا ماما، ولا تقدر تسال، هي حق الولايه. وقتنا انتهى، انا عايزه اشكركم جدا على الراجل اعباء كتير، على سنه شغب برضو، يعني كانت سنه مليئه بالشغب، بشكركم جدا الحقيقه، انه فريق 4+1 انا بعتبرهم اسره من داخل برنامج هنا العاصمه، ودايما بحس انه لو الاسبوع عدى وما عملناش 4+1 في حاجه ناقصه في البرنامج، فانا بشكركم بحييكم جدا على كل افكاركم وكل ارائكم اللي دايما بنختلف فيها، ولكن في النهايه بنتفق ان احنا جميعا عايزين نفس المصلحه. كل سنه وانتم طيبين. بكره الفنان الكبير محمود حميده، النجم محمود حميده، هيكون ضيفنا، فوتو كوبي، صناع الفيلم، الفيلم الجديد الموجود ده الان في دور العرض، هيكونوا معاه، ولكن هيكون عندنا حوار نتمنى ان هو يكون شيق مع الفنان محمود حميده، يلي حوار مع الاستاذ عادل حمودة عن الإقليم في 2017. استنونا، وهذه لميس الحديث، تحييكم، تصبحوا على خير.